patroan ko kami daw. يلا عشان نبدا يا شباب. يا شباب هبدا، يلا هبدا، خلاص كده، خلاص كفايه كده، كفايه تضييع وقت لحد كده. احنا هنبدا اول حاجه بشابتر اليونيت. يا جماعه انا بدأنا خلاص، اللي عايز يتكلم في فيديو هيتسجل، فخلاص بقى ممكن تخرج بره عادي. تمام، هنبدا اول حاجه بشابتر اليونيت. احنا هنمشي بالترتيب ان شاء الله بتاع الكتاب، ولما تبقى حاجه واقفه بيقولوا لي دي مهمه ولا لا، ونحاول نبقى نحل الموقف ده. احنا هنبدا اول حاجه باليونيتال ريفلكس. اليونيتال ريفلكس ده سؤال مهم جدا وبيجي كتير جدا جدا وسهل جدا. ده ايه؟ مورو ريفلكس. هتكلم على السريع على كل ريفلكس كده ان بريف. يعني المورو ريفلكس ده بيحصل ازاي؟ انا لما الدكتور او انا مورو ريفلكس بنلاحظه لو حد عنده نيوبورن او نيونيت هيشوفها عليه بوضوح جدا. تعالى جنبه كده وبصوتي ده ومصرخ جنبه او اتكلم بصوت عالي مره واحده، الطفل هيتنفخ. تمام؟ الدكتور هنا بيعمل ايه؟ هو حاطط ايده بيرفع راسه ويقوم دروب مره واحده. انا برفع راسه 30 سم، مش برفعها وارميه وارمي العيل ده بتتخبط، انا برفعها 30 سم وبعمل صادن دروب على الهاند بتاعتي برضه. هيحصل برضه المورو ريفلكس. ايه بقى اللي بيحصل؟ بيحصل اكستنشن وابدكشن لللمس، بعدها يلم ايده، فليكشن وابدكشن. اللي احنا شايفينه ده ايه؟ الاكستنشن والابدكشن والبوس ليب. في حاجات تانية تعمله؟ ممكن لو شديت الملاية بسرعة منه، لو جبت سماعة ساعة شوية حطيتها على صدره هيحصل مورو ريفلكس. تمام؟ دي الحاجات اللي أنا بعملها بيها. المورو ريفلكس ده بيظهر إمتى؟ بنقول at birth. الحقيقة إن هو بيظهر من الأسبوع 28 انترايتراين. مش موجود الكلام ده في كتابك، أنت قول at birth بمنتهى السهولة يعني. بيختفي إمتى؟ عند أربع شهور. كان دكتور عفت كده كان بيقول حاجه ظريفه قوي، يعني كان عشان يساعدنا ان احنا نذاكر، يعني اللي هو يقول لك ايه، معظم اليونيتال ريفلكس معظمهم مش كلهم بيختفوا عند ايه؟ 4 ل 6 شهور. فانت لو بقى رايح مش قاري كلمه بقى وخلاص، فلزق الاربع شهور وربنا هيكرم يعني. تمام؟ عند 4 شهور بعمله ليه؟ ايه السيجنفكانس بتاعته؟ لا يا جماعه الحاجات دي ساعدوني فيها، يعني اللي هو انا الحاجات دي مش محتاجه شرح. ايه السيجنفكانس بتاعته؟ نورمال نيورولوجيكال ستيت. ايه بقى الابنورماليتيز بتاعته؟ ثلاث حاجات، ان هو اصلا مش موجود، هشك في ايه؟ مشكله سنترال ليجن ايا كان بقى، هيموريج انتراكرينال، هيموريج انفكشن، اي حاجه. طب لو موجود على ناحيه وناحيه ثانيه، هشك ان الناحيه دي بالظبط فيها مشكله، فيها فراكشر مثلا، ايربس بوليسي. طب المشكله الثالثه ان هو بعد 4 شهور الاحظ ان هو لسه موجود، البريزست ابر موتور نيورون ليجن اللي هو مثال عليه في الاطفال السي بي. تمام؟ بس ولا كلمة زيادة من جد. مفاجأة، مرور ريفلكس. جراسب ريفلكس. تمام؟ ايه الجراسب ريفلكس ده؟ أنا لما بحط الصم بتاعي أو الفينجر بتاعي في إيدي الطفل، أي طفل بيعمل حركة زي كده وكلكم لاحظتوها يعني، بيعمل إيه؟ فليكشن. بيمسك إيدي، عشان كده اتسمى جراسب. بيظهر إمتى؟ آت بيرث. بيختفي إمتى؟ 4 شهور. إيه السيجنفكانس بتاعته؟ نور لا إحنا بنهرج كده يا عم يجي فاهم، يعني إيه اللي أنا بقوله ده؟ نورمال نيورولوجيكال ستيت. ايه الابنورماليتيز بتاعته؟ نفس الكلام تاني، لو بيرزيست بعد 4 شهور، لو ظاهر على ناحيه وناحيه لا، ولو مش موجود اصلا نفس الكلام. ساكلينج ريفلكس. اطفال كلها لو انا وده راح من رحمه ربنا عشان الطفل يرضع، سواء بقى بريست فيدنج او ارتفيشال، لو انا حطيت الناس اللي هنا معايا تمام، لو انا حطيت صبعي في بق اي عيل هيبتدي يمص، سواء هو صاحي او هو نايم. بيظهر امتى؟ بنقول ادبرس. الحقيقه انه بيظهر من اسبوع 36، بس مش مشكله، ده الكلام ده مش موجود في كتابه، قسم الاطفال ملتزم شويه، فاللي هو موجود في كتابه بيجيبه يعني. مش موجود اصلا في الكتاب. الحمد لله. هنقول ادبرس عادي. وبيختفي امتى؟ في ناس بتقول خلاص من 12 ل 24 شهر اللي هو سنه، في ناس تقول لك سنه وخلاص، في ناس بتحب تقسمها، تقول لك لا لحد 4 شهور يفضل يعملها وهو صاحي. هو صاحي بعد ولحد ويفضل يعملها وهو نايم لحد 7 شهور. الكلام ده مش موجود في الكتاب، فانت عايز تاخده اوكي، مش حابب تزود على نفسك، خلاص محدش هيسالك. تمام؟ بس عشان ما ينفعش اقول الروتنج من قبل اقول الساكلينج، لان هو ده بدايه الساكلينج يعني، ان انا لما اعمل تكتايل، لا يا جماعه صوت، لما اعمل تكتايل ستيميوليشن للتشيك بتاعت البيبي هيبتدي يعمل ايه؟ هيحرك رقبته ناحيه المكان عشان يبتدي عمليه الساكلينج.
فده اول خطوه من السايكلينج اصلا اللي هو الروتينج ريفلكس. بيظهر امتى؟ ادبيرس. ويختفي امتى؟ مين؟ لا احنا ماشي، احنا بنقول بيمتد لسنه، ما فيش مشكله، الكلام ده مش موجود في كده فمش مشكله. ده ايه بصراحه؟ بس احنا عندنا اتنين، حاجه اسمها البليسنج ريفلكس والستيبنج ريفلكس. ايه الفرق ما بينهم يا جماعه؟ الستيبنج من اسمه ستيبس، ده الطفل بيمشي. انا ماسك، كلنا عملناها والله، كلكم اكيد عندكم نيو بورن يعني، مسكته عيل مره وديت لا ابتدى يحرك رجليه. انا لا، انا ده حاجه تانية. انا ده يعني عامل ايه؟ جايب الدرزه بتاعه الفوت بتاعه البيبي وحاططها تحت الترابيزه اندر الايدج بتاع التيبل. عمل ايه البيبي؟ رفع رجله وحطها عليه، بس عشان كده تسمى ايه؟ بليسنج ريفلكس. انتهى السؤالي. بليسنج ريفلكس نفس الكلام يا جماعه، اهي رجليه تحت اهي مستخبيه، اول ما لمست الاندر ايدج بتاعه التيبل رفعها وقفت. ده بقى الستيبنج ريفلكس. كلنا مسكنا اطفال صغيرين وعملنا المحركه دي، ابتدى يعمل ايه؟ اول ما المسؤول بتاعته لمست السيرفس ابتدى يعمل ايه؟ ده ريفلكس، لازم يعمل له ستيمولس. ده بدايه الستيمولس بتاعه، ان انا السول بتاعته تلمس السيرفس بتاع الارض. فايه اللي ابتدى يحصل؟ ابتدى يعمل ايه؟ الترناتيف ستيبس، كانه بيمشي، هو لسه ما بيمشيش في التوقيت ده. تمام؟ اللانج ريفلكس، انا لما بجيب طفل واحطه واشيله على ايدي كده، هو هيبقى كده فين؟ كده هو نايم على بطنه، انا شايله من بطنه، تمام؟ في البروم بوزيشن. ايه اللي هيقل الطفل عمله؟ ريفلكس، الطفل بيعمل اكستنشن في النيك بتاعته وفي الترانك وفي الهيب. نيك وترانك وهيب. ده وانا رافعه كده. ده اللاندو ريفلكس. بيظهر، بصوا يعني وانا هو بيظهر امتى ويختفي امتى؟ طب هي موجوده على الجروب يعني، اصلها زيادات، الحاجات دي مش موجوده في كتاب كراير. فكره بقى انه بيظهر عند شهرين ويقعد لحد 9 شهور والكلام ده، فخلونا نبقى ايه؟ نبقى يعني خلونا نكمل شرح ونبقى موجوده على الجروب يعني. ده ايه؟ ده الباراشوت. يفرق ايه اللاندو عن الباراشوت؟ انا نفس الوضع بالظبط، انا ماسك العيل وهو في البروم بوزيشن، بس الفكره ان انا ابتديت ايه؟ كاني هفول بيه يعني، اللي هو نزلته شويه صادم دروب، انا مش هرميه على الارض، انا ماسك العيل في البروم بوزيشن ونزلت بيه صادم فوق. بيصوروا ما تقلقش. ده الباراشوت ريفلكس. ليه اتسمى باراشوت؟ هو الطفل عمل ايه زياده غير انه عامل اكستنشن للنيك وللترانك؟ عمل ايه زياده؟ عمل اكستنشن كمان لللمس. يا جماعه الطفل بيحمي نفسه، انا كاني هرميه على الارض فهو بيحاول يسند، تمام؟ فبقى رجليه وايديه مفرودين جدا، فبقى عامل كايه؟ زي الباراشوت. ده سبب تسميته بالباراشوت ريفلكس. وصلت الناس متنحيه ليه؟ ده ريفلكسيه لسه ما عملوش حاجه. الحاجات دي كانت جت قبل كده، جت، والباراشوت ريفلكس ده جانا. ايه الاسئله اللي كانت عليه؟ اللي انت شايفه ده بالسيجنيفيكانس بتاعته ايه؟ بس لا طلب ظهر امتى ولا اختفى امتى؟ انا الكلام ده هكتبه لكم على الجروب ان شاء الله، بس عشان الفيديو بس يبقى ايه الدنيا هاديه يعني، عشان جروب سيلي. ما طلبش لا ظهر امتى ولا اختفى امتى، السيجنيفيكانس بتاعته ايه؟ نورمال نيورولوجيكال ستيت. انا هقلق لو الطفل الريفلكسات دي ما بتظهرش عنده. تمام؟ ده ايه؟ تونيك نيك ريفلكس. لا تونيك نيك ريفلكس، اي طفل لما بترن الهيد بتاعته ناحيه الناحيه اللي انا حدفت راسه ناحيتها بيحصل اكستنشن في الابر واللور هيد، والناحيه الثانيه فليكشن. فارد الناحيه اللي جاي براسه عليها عامل اكستنشن اهو، والناحيه الثانيه عامل فليكشن. واضح؟ ده اسمه تونيك نيك ريفلكس. ده بيظهر امتى؟ عند شهرين. وبيختفي امتى؟ عند 6-7 شهور. في صعوبه في الكلام؟ ريفلكسات كده خلصت. حد عنده مشكله فيها يا جماعه؟ في اي كلام اتقال وهم يعني؟ اقوله اه عشان ما احسش ان انا في حاجه اتقالت وهم يعني؟ اقوله لا بقى. ده السؤال اللي جانا. قال لك ديسكرايب البيكتشر السيجنيفيكانس وقول اذر تو ريفلكسز. في وده كان سؤال فاينل على فكره، مش سؤال في سهوله اكتر من كده. الاولاني ده الباراشوت والستيبنج. ايه السيجنيفيكانس؟ بالظبط البريزنس بتاعهم نورمال نيورولوجيكال ستيت. اذر تو ريفلكس بقى قول لي يعجبك. قول بقى المورو، قول الجراز مثلا كاثر 10 2. ده سؤال جه برضه. ايه الاولاني؟ تونيك نيك ريفلكس. الثاني روتينج ريفلكس. هو ده الايربس بوليسي اللي لسه هنتكلم عليه بعد شويه.
بس وهو ساب ما اتكلمش حتى عليهم وطلب حاجات للايربس بوليسي هقولها بعد شويه. اقصد ان سؤال النيونيتال ريفلكس ده لو جه سؤال هايف قوي يعني. كده النيونيتال ريفلكس خلصت. الناس ما تشغلش بالها بظهر امتى واختفى امتى غير اللي موجود في كتابه اللي مش موجود في الكتاب. انا قلت منهم شويه دلوقتي وهكمل بقى جروب ان شاء الله بس عشان الفيديو يعني. تاني حاجه نتكلم عنها الفيتشرز بتاعه النيو بورن بتيجي قليل قوي يعني لو جت اصلها سبوت دايجنوز ما فيهاش فيها كلام كتير. دي ايه المنجول؟ ايه ده؟ عباره عن ايه؟ ده بلوش ديسكلاريشن بيظهر غالبا غالبا على الباتوكس وعلى اللور ليب وعلى الترنك. طب لو شفته المفروض ايه؟ لو طلب مني ايه التريتمنت بتاعها؟ ولا حاجه. انا هعمل ريأشورنس للمذر ان ده نورمال فيتشرز بتاعه نيو بورن وهتحصل لها ديسابيرنس بروتين وصلي ومفيش اي مشكله. تمام؟ المنجوليا بتختفي امتى؟ سنه خلال سنه. تمام او بعد سنه مش هنختلف. ده ايه؟ ده الميليا. عامه على فكره لو تاخدوا بالكم في ناس كبار بيبقى عندهم ده. هي ما بتبقاش ميليا بقى، هي نفس الفكره بيبقى السويت جلاند او السبيشس جلاند عامله ريتنشن سيستم. بتبقى بتلاقي في ناس عندها بقع نقطه كده بين صغنطاتها جدا لونها بيض. هي دي نفس الفكره بس ده بقى ميليا. دي حاجه بتظهر في النورمال فيتشرز بالنيو بورن. ده عباره عن ايه؟ ريتنشن سيست في السبيشس. عايز تقول سويت ماشي بس هو خشن عشان كاتب سبيشس في كتابك يعني. اعمل له ايه؟ ولا حاجه. ريأشورنس ده نورمال فيتشرز النيو بورن. اختفي امتى؟ 2 لـ 3. انا مش بختبركم، انا بنساعد بعض. 2 لـ 3 weeks. ده مهم، ده بيجي كتير. ده ايه؟ ماشي. ممكن يونيتال كريستال لارجمنت او فيسيولوجيكال كريستال لارجمنت او فيسيولوجيكال باينيكوماستيا. الاسامي كلها صح. بيظهر في الميل وفي الفيميل ملهاش علاقه. ليه؟ ان سببها الماتيرنال هرمونز. تمام. بتقعد قد ايه؟ اسبوع. المفروض اكتر من كده كمان. ماشي. وكتابه كاتب من 3 لـ 7 ايام. ماشي. المفروض اكتر من كده شويه بس اخرها اسبوعين. خلينا اسبوع زي الكتاب عشان ما نلخبطش نفسنا. سببها الماتيرنال هرمون. طب ليه بتختفي؟ وذرول الماتيرنال هرمون. خلاص. ايه الحاجه الوحيده اللي الانستراكشنز اللي انا بقولها ان انا بالظبط نيفر سكويز. ليه؟ لان انا كده بريدسبوز للانفكشن. وبرده لي اشورنس ده فيسيولوجيكال فيتشر للنيو بورن. الفيرنكس كازيوزا ده ايه؟ ده تشيزي ماتيريال. اي طفل لو حد حضر تحت بيتولد معظمهم بيتولد بيه مش كلهم يعني عادي خالص بيروح لوحده واحنا بنقعد نمسح للطفل يعني. ريأشورنس ده نورمال فيتشر من النيوبورن. لو جت هتيجي سبوت دايجنوز يعني النورمال فيتشرز بتاعت النيوبورن خلصت. حاجه في منتهى الجمال يعني. يا ريت يا ريت كل الاسئله كده. ندخل بقى على البيرث ايج. ده مهم جدا وانا كنت ساعات في جروب ايه كنت بقول لهم ده السؤال اللي هيجي لكم وما جالهمش الحمد لله يعني. وممكن يجي لكم انتوا بقى. الكفاية الهيماتوما والكابوت دايما يجوا دايما. ماشي دايما يجوا لانه ده سؤال مهم. ويا جماعه الناس كلها مركزه معايا عشان انا حاسس ان في ناس تايهه عشان انا مش هتحرك بس عشان الفيديو. اول حاجه نبقى عارفين بس الفرق ما بينهم. الفرق ما بين الكابوت والكفاية الهيماتوما. الاثنين نفس الميكانيزم. وايه اللي حصل؟ طفل بيتولد سنه اوبستراكتد مش شرط يبقى اوبستراكتد خالص يعني سنه اوبستراكتد اتحشر شويه وهو بينزل وعلى ما بقى على ما ابتدوا يعملوا الابيزيوتيمي بقى او استخدموا الفنتوز او الفورسبس مش مهم الكلام ده كلام نسهم. المهم ان الطفل راسه محشوره اوبستراكتد سنه فحصل ايه؟ عملت اوبستراكشن للفينس للفين بتاعته فابتدى يحصل ايه؟ اكسترافازيشن للفلويد. عشان كده تعريف الكابوت ايه؟ ديفيوز ايديما. ده ميه ده فلويد موجود في السوفت تيشو بتاع السكالب. طب بقول ليه الكلام ده؟ عشان اقتنع ان هو بيبقى مالي راسه من اولها لاخرها، فبعرفها ازاي ان راسه كلها مبعجره. الطفل كلها راسه، ليه؟ لانها في السوفت تيشو بتاع السكالب، والسكالب مفتوح على بعض، مفيش حاجه سداها. وصلت؟ طب دي كفايه الهيماتوما. والكفايه الهيماتوما حصل ايه؟ مفاجاه. نفس الطفل ونفس الزنقه والدكتور استخدم الفورسبس او استخدم الفنتوز فعوره. تمام؟ حصل ايه؟ صبري اوستيال كيماتوما. البريوستيم ده الطبقه اللي بتغطي البول. تمام؟ فانا عندي هيمورج متجمع تحتها. ليه بيبقى لوكالايزد وفيرم سويلنج؟ عشان خاطر السوتشرز. كلنا عارفين من ايام الاناتومي ان البريوستيم بتيجي عند السوتشرز وبيبقى ايه؟ بتبقى ادهرنت اللي هو فيرملي ادهرنت، لكن في العادي بتبقى تايت وبتبقى لوز.
بس فالدم اتجمع اتجمع وجه عند الجزء بتاع السوتشر مش عارف يعدي، عشان كده بنقول كلمه نيفر كروس السوتشر لاين. وده الفرق ما بينهم، ان ده ديفيوز سويلنج بيبقى واخد الراس كلها، اما ده لوكالايزد ده ما بيعديش السوتشر لاين، ده بيعدي السوتشر لاين. بناء بقى على الميكانيزم بتاعهم، تفتكروا الكبد بتظهر امتى؟ وقت الولاده. ما هو الميكانيزم بتاعها فينس اوبستراكشن، وده بيحصل وقت الاوبستراكشن، وقت الولد هو محشور هو بينزل، وطول ما طول فتره ما هو محشور الاكسترافازيشن بتاع الفلويد عمال بيزيد، فالكبد عماله بتزيد، فالكبد بتظهر ادبرس في لحظه الولاده، الولد من الاخر مولود بيها. الام هتلاحظ ان من اول ما الولد نزل خلاص، هو الدكتور حتى بتاع النساء وبتاع الاطفال بيبقى عارف ان خلاص دي كبد، تمام؟ بتقعد قد ايه؟ كام يوم وبتختفي، بتريزولف ليه الصماي، بيحصل درينج كومبليكيتد خالص، موضوع بسيط خالص يعني. طب الكفال هيماتوما، قلنا بقى سبريوستال الهيماتوما، وفهمنا ان بقى بقت لوكالايزد وفيرم، وعرفنا ليه، وعرفنا ان هي نيفر كروس سوتشر لاين، وبرده فهمنا ليه فيها شويه مشاكل. بس حقيقه الامر هي ما فيهاش مشاكل ولا حاجه. ليه؟ لانها لو كميه دم قليله ولا اي حاجه. الكومبليكيشن اللي هو بيتكلم بقى فيها ان هي ممكن تعمل انيميا، تعمل هايبر بيليروبينيميا، الحاجات دي محتاجه ان يكون هيماتوما جامده، بس ده وارد يحصل، ده وارد يحصل. فعشان كده احنا بنقول ايه، هي كويسه لحد ما تبقى كومبليكيتد، ما بعالجش الا اذا كان كومبليكيتد. ايه الكومبليكيشن بقى؟ انها تعمل انيميا، انها تعمل هايبر بيليروبينيميا، او هيحصل هيمولسيس للابسيس. اول حاجه اللي ممكن تيجي في بالك ايه؟ اول حاجه تيجي في بالي اصلا سكندري بكتيريال انفيكشن، يحصل عليها انفيكشن، تمام؟ حد عنده مشكله في الجدول المقارنه ده؟ احنا كده ده الطب، نفرق ازاي بقى في الصور جوه الامتحان عشان ما نغلطش يعني. الواد راسه كلها مبعجره كده وكبيره، دي الكبد، هتلاقي بقبيزه طالعه صغيره كده لوحدها كده، هي دي الكفال هيماتوما، تمام؟ جاي لك على الناحيتين يبقى كفال هيماتوما، مفكرش خلاص بايلاترال، ده هو بيغششها لك، هو بيغششك ان ده كفال هيماتوما، ما تقعدش بقى تفكر تقول ايه ده ممكن يكون كبد، دي ايه؟ كبد. ايه الاسئله اللي بتيجي عليها؟ اللي انت شايفه؟ ليه قلت عليه كده؟ ده سؤال مهم، ليه قلت عليه كده؟ طب ليه قلت عليه كده؟ ليه قلت عليه كده؟ بالظبط، تقعد تقول ان ده ديفيوز سويلنج، هو ده اديما في السوفت تيشو بتاع السكالب كله، ده جود يعني. ايه الديفرنشال دايجنوز بتاعته؟ كفال هيماتوما، وهو عايزك هنا تكتب الجدول، ان انا فرقت دي عن دي بكذا. والتريتمنت؟ ولا اي حاجه. مش عارف، خصوصا لو الحاله كبد، مش هعمل حاجه. ما تقولوش بقى ايه الكلام بتاع ايه كومبليكيتد ده قصده على الكفال هيماتوما، مفيش كبد هيجيب انيميا، مفيش كبد، تمام؟ فالكفال هيماتوما هي اللي بقوم قايل نو تريتمنت الا اذا عملت كومبليكيشن، تمام؟ جات لكم في الامتحان وانت لقيت درجه السؤال بتاعت التريتمنت درجتين، وانت هتكتب نو تريتمنت، بكمل الاجابه حتى لو كبد، خلاص؟ عشان برضو الناس، عشان لو درجه السؤال كبيره يعني، اللي هو انت عايز بالدرجتين يعني، اكيد مش عايز جو تريتمنت يعني، هو بقى ايه عايزك تكتب الكلام وخلاص. يعني في فرق ما بين احنا بنقول الطب، بعد كده بنقول بقى اللي بيجيب الدرجه زي ما دي ايه؟ لا اسرع، احنا لسه في النونيت، اسرع كبت. كفايه اظن محدش هيتلخبط، فرقه يعني، دي بالونه صغيره كده طالعه لوحدها، باينه جدا ان هي لوكلايز، باينه جدا ان هي مش واخده كل الراس. ايه الاسئله؟ ده سؤال جه قبل كده، قال لك وان دي نيو بورن جاي البيكتشر دي، بيقول لك ايه الدايجنوز بتاعها؟ وليه قلت كده؟ وسبحان الله ديسكاس الديفرنشال دايجنوز عشان تكتب الجدول تاني، والتريتمنت جايب على نص درجه عشان تكتب نو تريتمنت اكسبت لو في كومبليكيشن كذا كذا كذا. كفايه هيماتوما اهي، طالعه لوكلايز سويلنج مش واخده كل الراس. ده كده اهو، ده كده فاضي طبعا. خلاص بايلاترال مش هو لازم تكتب طبعا بايلاترال. ايوه بايلاترال ده كده الفيرس انجري خلص. خلص اهم جزء منه. في بقى ثلاث حاجات بيجوا، الايربس بوليسي. الايربس بوليسي بتيجي كتير جدا، وعايز افاجئكم بالصوره اللي بعدها. جت مره بس بالصوره، هي هايفه وسهله هنقولها دلوقتي، بس اقصد ان الناس بتستهتر بيها كده وتعديها يعني. هو ايه اللي حصل في الايربس بوليسي؟ ده واحد من بيرس انجل، الطفل وهو بيتولد الدكتور شده جامد من دراعه. ايه اللي حصل؟ عورت سي 5 وسي 6 في البريكيال بلكسس. سي 5 وسي 6 في العادي دي اصلا بتسبلاي ايه؟ الدلتويد والبايسبس والبريكيو راديالس. فايه اللي حصل؟ والدلتويد انا بعمل بيها ايه؟ ابدكشن. ماشي ابدكشن 15 تمام. لا صح والله تمام. والبايسبس فليكشن والبريكيوراتيالس البرونيشن.
القياس السوباينيشن، وكمان الوقت الحياه العسكريه مش مهم اللي موجود. تمام، فالعكس بقى الطفل هيبقى عامل ازاي؟ الضغطد مش عارف يفرد دراعه، مش عارف يعمل فليكشن، فهيبقى اكستنشن، والفور ارم بتاعته بقت برونيتد، والريست بقى فيه فليكشن، فبقى عامل كده اللي احنا بنسميها ايه؟ الويتر بوزيشن او البولي ستاند بوزيشن، عشان هو ايه بياخد الرش. على فكره والله مش هزار، هم شالوها فعلا من الكتب بسبب كده. هي كانت زمان اسمها البولي ستاند بوزيشن، تيب بوزيشن، خلوها الويتر، اللي هو الويتر بقى مش مشكله. تمام، الناس مستوعبه الصوره؟ انا عامل ادكشن وعامل اكستنشن وعامل ريست فليكشن وعامل برونيشن الفرع. ليه؟ عشان السبلاي بتاع المصري. محدش يسال في الكلام ده. دي كيس ناس قرأتها ولا قرأها؟ بيشرح بدل ما جاب لك الصوره بيشرحهولك عشان انتوا معايا. ايه ده ايه الايرفس بولسي؟ ايه السايت اوف الليجن؟ سي 5 وسي 6 من البريكال بلكسس. ايه الريسك فاكتور؟ الريسك فاكتور بتاع البيرس انجري عموما ايه؟ ان الطفل يكون كبير، مولود كبير، ماكرو سايز بيبي. حتى يقول ماشي وبستربت ليبر وماله والدكتور الكلام ده ان شاء الله لما تطلعي من النساء. كان احنا في الاطفال محتاجين اربعه، اللي هم الاربعه اللي هو ايه عصر. الكلام ده مش غلط، يعني عايز تقسمها حاجات في الماتيرنال وحاجات في النيونيتال. الكلام ده مش ما اظنش حد قاله في الاطفال خالص. احنا هنقول في الاطفال الكلمتين اللي موجودين في الكتاب الظراف، يعني ايه الكلمتين اللي موجودين في الكتاب ده؟ ان البيبي كبير وبستربتد ليبر، بريسبتد ليبر. بريسبتد ليبر دي اللي هي واحده خدت الولاده كلها شكل براكت كده في ساعتين. ده من الاخر بص، احنا اصلا بنقول ان هي بتقوم ضربه العيب في وشهم، يعني العيب بيقع على الارض وبيتعور. تمام، ده معنى كلمه بريسبتد ليبر، يعني كونتراكشن عريفه جدا وخرجت البيبي بقولك ساعتين، الولاده كلها بتكملها ساعتين بالستيجز بتاعتها كلها. مش مهم ايه تاني ممكن يعمل انجري؟ ان الولد مولود بريماتيور، البيبي مولود بريماتيور، فكل حاجه عنده اماتيور اصلا. ده هم اربعه ريسك فاكتورز كده. الناس زهقت، انا ممكن نلغي الحصه ونكمل بقى. يعني الناس زهقت ايه؟ هموت والله امشي. خلاص يا جماعه، ايرفس بوليسي مهمه. كلام بكلز بارنس ده ايه؟ ايوه، سي 7 وسي 8 وسي 1 بريك البلكس برضه. تمام، ايه اللي حصل؟ انا الحاجه دي بتسبلاي ايه؟ خدتوا الكلام ده في السنترز بتاعت الريفلكسات يا نصابين، يا العميل مش مذاكرين حاجه. يعني لو نفتكر الريفلكسات واحنا بنشتغلها، مش كنا بنقول السنتر؟ يعني اتشرحت في السكيلز، يعني انتوا بتنصبوا. بتغذي السمول ماسلز بتاعك ايه؟ بتاعت الهاند. فايه اللي حصل؟ حصل هاند دروب بس، هو ده اللي عمل. الحاجات دي بتتعالج ازاي يا جماعه؟ سواء الهيربس بوليسي او دي كونزرفيتيف مع الفيزيو ثيرابي. المفروض بقى في تفاصيل بقى، ان انا بحط ايد في البيست فانكشن، مش مهم. فيزيو ثيرابي كونزرفيتيف مع الفيزيو ثيرابي، في بس معلومتين صغيرين بيجوا وجت مره، عشان برده ما بقاش نبقى قلنا كل حاجه. يعني الهيربس بوليسي مره جاب كيس نفس الكلام، وجاب في النص ان الولد ديفلوبد ريسبيراتوري ديستريس سيندروم معاها. الله ينور عليك، عشان خاطر ان الفرينك نيرف كمان انضرب، فبقى في دايفراجماتيك بارالايز جت مره قبل كده. مش صعبه بس ما بت... يعني دلوقتي الامتحان ما بيجيش في بالك. تمام، كلامبيكل برضو احيانا بيبقى اسوشيتد بسمباثيتك تشين، فتعمل هورنر سيندروم. فيشيال بوليسي بيجي كتير جدا، ده ليفت ولا رايت الاول؟ واللي يقول ليفت واللي يقول رايت يقول ليفت. يا شباب بتفكروا في ايه؟ بنعرفها ازاي بمنتهى السهوله؟ بالعين. سيبك بقى من بلابوه حادث ايه، عشان النقطه دي احنا مختلفين فيها شويه. خلينا في العين. الطفل هنا ايه؟ قافل عين ومش عارف يقفل التانية. فالعين اللي مش قادر يقفلها هي اللي فيها الليجن. ما تقعدش بقى تبص على الديفيجن بتاع الماوس. بص على العين عشان تختصر الامور. هنا هو هنا عينه الشمال هو اللي مش عارف يقفلها، يبقى هنا ليفت فيشل فانس. ايه تاني انا شايفه في الصورة؟ انا شايف حاجات، انتوا شايفين ايه؟ ايه؟ ماشي، ما والله انت بتتكلمي صح جدا. قولي بقى، يلا قولي. الديفيجن بتاع الماوس. يا جماعه الطفل ده لما هيعيط، مش هنقول بقى لما يضحك، احنا الكبار بنقول لما يضحك، لكن الطفل ده لما هيعيط ايه اللي هيحصل؟ المصل اللي شغاله اللي هي على الناحيه الرايت هتشد، فانا شايف ديفيجن لما الواد بيعيط كده على فكره. تمام، شايف ديفيجن للماوس ناحيه الرايت سايد، ناحيه الهيلثي سايد. قالوا لي جروب الاوائل وهتقول السؤال من هنا، يردوا الاجابه قبل ما تكمل السؤال. والله قالوا لي كده. ده ايه؟ نيونيتال كونجنتال.
معش على اسئله يا جماعه محدش ده رمض ان شاء الله لما نرجع للرمض الثانيه كده الفيرس انجري خلصت ده الحاجات اللي ده 90% 100% من الحاجات اللي بتيجي اصلا اظن كده المواضيع في مواضيع كده خلاص اتقفلت تماما يعني مش محتاج حتى انك تروح تقراها ثانيه تقرا اي ثاني باشا انت الاي انا لسه اليومين ما خلصتش ده ايه يا شباب ده اكس راي قولي لي ده اكس راي ده اكس راي تمام تاني موضوع مهم الريسبيراتوري ستريس سيندروم لا او البيرس اسفيكسيا عموما يعني ده موضوع كبير له بالمونري كوزس وله اكسترا بالمونري كوزس وله كاردياك كوزس وله سنترال كوزس ده مش دوري ان انا اقعد احفظكم الكلام ده خالص يعني الكلام ده سهل ان احنا اي حد فينا يقراه احنا هنقول بقى الحاجات اللي تيجي ايه اللي بيجي البالمونري كوزس وايه من البالمونري كوزس الناس اللي هنا معايا ايه من البالمونري كوزس بتيجي ريسبيراتوري ستريس تايب 1 وتايب 2 ده اول واحد احنا عندنا حاجه اسمها الهيالين ممبرين ديزيز ممكن اطلب طلب وانا لو بشرح زياده وشايفين ان ده اوفر ممكن تقولي لي ايه يعني والله مش بهزر مش بجامل مش بجامل نفسي يعني لو انا فعلا بشرح زياده خلاص قولوا لي ايه تمام عشان ما نقاش بنطول يعني الهيالين ممبرين ديزيز اللي هو الريسبيراتوري ديستريس تايب 1 يعني نتكلم كلمتين بسرعه كده على السيرفكتن ده بيتكون من ايه ده لايبو بروتين بيتكون من الليسيسين والسفنجوموز مايلين ولهم ريشيو بتقراوها بقى والريشيو دي فعلا بتتعمل وبنسحب عينه وبنشوف بصوا المهم اللي انا عايز تبقى عارفه ان السيرفكتن ده بيطلع بكميه محترمه كافيه ان الطفل يعيش بيها عند الاسبوع 36 وعشان كده يقول لك ان الفول تيرم ولد بعد 37 ما يهمكش تمام ده الفكره يعني واصل ولو هتولد قبل كده الظروف ساعتها بيدوا حاجات بيدوا ديكسا والكلام ده مش مهم الكلام ده خالص على السريع كده يعني الريسبيراتوري ديستريس تايب 1 اللي هو الهيالين ممبرين البيبي ما عندوش سيرفكتنت كفايه السيرفكتنت ده بيقلل السيرفس تنشن بتاع الالفيولاي دور السيرفس تنشن ان هو يكيب الالفيولاي مفتوح فدلوقتي لما بقى قليل ما بقاش موجود الالفيولاي بتقفل فالبيبي بيديفلوب ريسبيراتوري ديستريس سيندروم اللي هي ايه ريسبيراتوري ديستريس عموما هم اربع ستيجز لو تفتكروا يا ريت انت جيت هنا عشان التكليف اربع ستيجز حد فاكرهم اول حاجه التاكيبنيا انتركوستال ريتراكشن مع الوركينج ايلانيزاي والجرانتنج اللي هو بينت واخر حاجه الساينوز ده المانيفيستيشن بتاع اي ريسبيراتوري ديستريس بغض النظر عن سببه ايه الاكس راي بقى دي بتيجي كتير جدا مبدئيا الاكس راي بتاعت الهيالاين ليها جريدز هي مش كلها وايت لاين هي ليها جريدز اول جريدز ببدا بيها ان الدنيا حاجه بسيطه خالص مجرد شويه الفيولاي قافله فعامله وايت باتشز طبيعي ان شويه الالفيولاي القافله دي ما فيهاش هواء فهي عامله شويه باتش بتبقى شبه البرونكونيمونيا لو حد فاكر من ايام الترم الاولاني البرونكونيمونيا حتى كان بيسموها ايه اللي هو فلافي كوتن اللي هو عامله مش مهم الكلام ده مش موجود في كتاب محدش قال فيه بس عشان احنا نفهم بس لما بنقول الزياده عشان نفهمها مش عشان نحفظها محدش يكتب الجريد الثانيه ايه ان انا شويه الفيولاي اكتر قافله تمام فبقيت عامله كانها ايه جراوند جلاس ابييرنس جراوند جلاس ابييرنس اصلا كان في دكاتره كتير تقول لك شبه الفلافي كوتن انتوا بتفرقوا ايه اصلا وعنده حق بيفرق في ايه نفس الفكره انت شويه الفيولاي قافله وشويه الفيولاي فاتحه فانت عندك الفيولاي القافله عامله وايت باتشز هنجيب صورها بعد شويه ثالث جريد ان انا بقى عندي وايت لانج بس لسه الاير اللي جوه التراكيه والبرونكاي ظهر بنسميها اير برونكوجرام او برانكوجرام بس هي البرونكوجرام الاصح يعني معلش انا اتخيل هي موجوده بس انا اتخيل انا شايف الخط الاصفر ده والخطين دول ان هيجي على اللاب مش هزرع عشان بس اثبت له من ناحيتها لا واضحه هي موقع اللاب واضحه جدا واضحه جدا الخط الاسمر اللي في التراكيه وبتوع البرونكاي ده هو الاير برونكاي ماشي انتوا مش شايفين هنا بس عشان الصوره لكن حقيقي موجود اخر جريد بقى خالص وده السيفيرست وان وده اللي انتوا اللي احنا كلنا بنبقى عايزينه عشان سهل اللي هو الوايت لانج بقى خلاص الوايت لانج من اولها لاخرها الحمد لله عشان ايه الاكس راي اللي انا شايفها شايف وايت لانج ايه الدايجنوزس ريسبيراتوري ستريس تايب 1 اللي هو هيالاين ممبرين ديزيز ايه الديفرنشال دايجنوزس مش كل الاسباب اللي بتعمل ريسبيراتوري ستريس تكتبها هنا هو انا هنا طفل لسه مولود وجاي لي ريسبيراتوري ستريس فانا هفكر في الحاجات اللي غالبا اللي ايه من الاسباب الكتيره دي الطفل غالبا مولود بيها ريسبيراتوري ستريس سندروم وارد يتولد بيها طيب تو اللي هو التاكيبنيا وارد يتولد بيها لان الميكانيزم بتاعهم الناس مستوعبه قصدي يعني الطفل مولود مش بالسيرفكت الطفل مولود بسكريشنز كتيره فدي تنفع لكن ما تروحش تقول لي طفل ديفلوب مثلا ايه الطفل خد مورفين او الاركان لا ده لسه مولود خد مورفين والاركان فين ماشي
لا اذا كانت الام واحده بقى لكن كونجينيتال حاجه مثلا كونجينيتال نيمونيا وارد ان يتولد كونجينيتال نيمونيا وارد يتولد بدايفراجماتيك باراليسيس سواء بايرس انجري او اي سبب ثاني وارد انا اقصد ان الديفرنشال دايجنوزس موجود والله في الكتاب في اخر جزئيه خالص هو ده اللي يقصده ان الحاجات اللي الطفل مولود بيها بريسبيرتوري ستريس موجوده في الكتاب والله مش بجود يعني ايه التريتمنت حلو تمام هي بتقول في جنرال وفي سبيسيفيك تمام والجنرال ده الفكره ان انا بحجز العيل في الاي سي يو انا الاي سي يو اختصارا للرغي الكتير الموجود ده هي بتوفر لي ايه اليونيت الاي سي يو بتوفر لي ان انا بكيب العيل في التمبريتشر بتاعت الجسم بوفر له هيوميديتي بتاعت الاير كويسه بقدر اسبلاي بالاكسجين المفروض ان انا ببروتكت من الـ من الـ من الانفكشن لكن انا بديله بروفلاكتيك انتيبيوتيك لان انا ما ببروتكش الانفكشن بالعكس انا بجيبه يعني وبقدر اعمله في الاول اي في بعد كده ببدا ده فايده النيونيتال وده الرغي كتير بقى ايه السبيسيفيك بقى اللي انا عايزين نسمعه ان انا اديله سيرفاكتنت بقى وابتدي اديله اكسجين تفاصيل الاكسجين انا مش هقولها بقى احنا مش هنقعد نشرح نظر بس عليك انا ببدا باكسجين كونسنتريشن قد ايه وبشوف البي وبحسب البي او 2 المفروض ان انا بثبتها عند رقم معين او عايز اوصل لتارجت معين اللي هو النورمال بتاعي وابتدي بناء عليه بزود الكونسنتريشن لحد ما اوصل لمين السباب اللي هو الكونتينوس بوزيتيف اير بريشر لحد ما خلاص ما استجابش كمان ليه هدخل بقى على ايه على الميكانيكال فنتيليشن وعندك انديكيشن ميكانيكال فنتيليشن الكلام ده نظري يتذاكر انا مش ماليش دور هنا دلوقتي ان انا اقول حتى قلت انت هتسمعه وهتنساه يتذاكر بس دي الاسئله اللي بتيجي على النقطه دي مهمه جدا ما تروحش الامتحان مش مذاكرها كويس في بقى كمان تكمله اللي هو الكومبليكيشن بتاعتها الاكيوت والكرونيك ما تزعلش مني بقى انت لو مش مذاكر الحاجات دي ورحت الامتحان انت اللي مقصر دي ايه نفس الفكره حد عايز يعلق على حاجه غير ان في الاير برونكوجرام حد عايز يعلق على حاجه ما نعلقش حد عايز يعلق على حاجه الصوره دي جت في امتحان بالمناسبه قولي حاجه انت وصلت انت قربت ان انا عايز اوصل ها بتقولي حاجه يعني لا هو يعني يا جماعه في حاجه في بعض الناس اختلفت في ان دي ما تكونش وايت لانج اصلا ايه لا دي زي دي ماشي هو اللي فاتت دي جريد 4 فانت السيفيرست 4 مفيش اختلاف ففي ناس اعتبرت ان لا ان دي مش ما تكونش وايت لانج وير برونكوجرام انا طلبت من جروب ايه ان هم يسالوا الدكتوره فيها وما سالوش فاللي حابب يسال اوكي يعني اكسبتد ان هي جت في الامتحان بنفس الطريقه دي بنفس الاسئله دي وكانوا عايز وتصححت على انها وايت لانج حتى اللي ما كتبش اير برونكوجرام عدوها لكن انا بقول لكم يعني انا سنه مش مقتنع قوي ان هي ماشيه وايت لانج بس مش مشكله ده مسابقه بقى وبتاع قصدي حضرتك هي وايت لانج ولا جرام بالظبط انا رايي ان هي ستيج اقل من الوايت لانج ده اللي كان في دماغي بس خلاص عشان ما نلخبطش نفسنا هي جت بالشكل ده ايه الاكس راي فايندينج هتكلم عن وايت لانج عايز بقى تقول جنرالايزد وبس دي بقى ماشي يا جماعه الناس بقى اللي بتحب الجو مفيش مشكله احنا بننجز يعني وفي ايه البروتوكول ايه البريديسبوزنج فاكتور ايوه بالظبط البريماتور يا جماعه في انتوا الحاجات دي اقصد نظري انا واقف عشان حد يرد فور ديفرنشال دايجنوزس مفاجاه نفس اللي سالينهم من شويه كيز ريسبيراتوري ستريس بيشرح لك وايت لانج وير برونكوجرام ما لخبطش نفسنا الا اللي حابب يسال الدكتور بس هي هتقول لها زي ما قالت الدكتوره كده اللي هو الصبغه ولا ايه هو ده مش هو الفكره في الكونتراست مش قصدها حاجه يعني وده وارد برضه يعني مش غلط ايه يا جماعه ايه اقراوا بسرعه حد يقول اجابه عشان اكمل بالظبط هو جايب لك المانيفستيشنز بتاعت الريسبيرتوري ستريس الصعب في كده ايه الدايجنوز بكونفيرم الدايجنوز ازاي هو قصده هنا على الانفستيجيشن ال مين لاين اوف تريتمنت نفس الكلام يعني هو غالبا بيبقى قصده الهيالين عشان انه اشهر حاجه بس انا ممكن تيجي تكتب ريسبيراتوري ديس ملي كذا بسبب كذا وخصوصا كمان ان هو ايه نيو بورن لسه مولود تمام وكمان مفاجاه مولود 32 اسبوع يعني مولود بريماتيور اللي هو البريديسبوزنج فاكتور كنت بتكلم عنه من شويه هو اصلا غالبا هو مش غالبا هي اصلا هيالين دي اجابتها ايه مش شايفين هقولها هو طفل مولود فاجينال مفيش كانش عن كومبليكيتد بريجننس يعني المهم الطفل دلوقتي عنده ريسبيراتوري ستريس لما بيوقف عياط تمام لما بيسكت
بيجي له سباتول ديستريس يعيط ما يجيلوش، يرضى يجي له سباتول ديستريس يعيط ما يجيلوش. ده ايه؟ بالراحة. طفل قاعد طول ما هو ساكت، طول ما هو قافل بقه خلاص، عنده سباتول ديستريس، ابتدى يسقلنج عنده سباتول ديستريس. لما بيعيط ويفتح بقه ما عندوش سباتول ديستريس، يبقى المشكلة فين؟ اهو بالظبط المشكلة في النوز. وين الاتريزي؟ النوز مسدودة من ورا. طبيعي ان هو لما بيعيط يفتح بقه بيتنفس، فالريسبيرتو بيروح. يا شباب في ايه؟ لا سهله والله، مش هزار يعني، سهل. ده واحد من الاسباب اللي مكتوبه على فكره عندكم في الكتاب، في نيتي كوزز كمان زياده بس خالص بقى مش مهم يعني. وايت لانج، انا هتكلم انا عشان ما يجراليش حاجه. اكس راي نفس الكلام، انا بجيب بس كذا صوره من الامتحانات اللي جت قبل كده عشان الناس تبقى مغطيه كل حاجه يعني. نقراها ونقول ده بس بسرعه. طفل 38 اسبوع موجود سيزيريان سيكشن، مفيش اي ماتيرنال كومبليكيشن، وجاله ريسبيراتوري ديستريس عادي خالص احنا بنتكلم فيه ساعتين بعد الولاده. ده ايه؟ ايوه لا ماشي، هو ريسبيراتوري ديستريس بس بسبب ايه؟ يا جماعه نركز في الكلام يعني. لسه الدكتور لسه ريم سالاني دلوقتي حالا وقلت لها ان ايه؟ كان تاني كان بريماتيور وكان وجاله اول ما اتولد، كانت والام كان فاجينال دليفري. الله ينور عليك. ليه ده؟ ايوه حد كان بيتكلم التاكبنيا، ريسبيراتوري ديستريس سندروم تايب 2 اللي هو تي بي اي، اللي هو التاكبنيا وفي النيو بورن. تي بي ان اصلا ولا اسمها تي بي ان؟ تي تي ان يعني تاكبنيا وفي ايه؟ ترانزيانت تاكبنيا في النيو بورن. انا ليه قلت عليها كده يا جماعه؟ بالراحه بس، هو مش شغل حفظ. انا ليه قلت عليها كده؟ البيبي مولود سيزيريان، البيبي مولود سيزيريان، ايه الفكره برضه؟ هتقولي طب يا سلام ماشي، الله ينور عليك. يا الفكره في الميكانيزم في بتاع التاكبني اصلا جه منين؟ الريسبيراتو تايب 1 اللي هو الهيلاين ده كانت مشكله في السيرفكتنت. هنا لا، ده طفل مولود سيبك، هو كان 38 اسبوع يعني فول تيرم يعني، وانا قلت لكم ان بتاع بيطلع في 36 اسبوع يعني، ده مولود بسيرفكتنت كامل. جاله ريسبيراتو ديستريس سندروم ليه؟ عشان خاطر الالفيلاي بتاعته مليانه سكريشنز during the vaginal delivery. الواد بيتعصب، السكريشن دي بتطلع، سيزيريان سيكشن ما حصلش. ده اول حاجه. المعلومه الثانيه اللي عرفتني ان ما عندوش اي مشاكل، الام ما عندهاش اي مشاكل حمل. هو غالبا برضه يقصد ايه؟ ان الام ما فيش مشاكل حمل اضطرتني ان انا اولده بدري فينزل بريماتيور. الولد مش بريماتيور، ده مولود 38 اسبوع، ريسبيراتوري ديستريس ساعتين بعد الولاده. لو المشكله سيرفكتنت كانت هتبقى من البدايه، من وقت ما هم بيبعنوا ريسسيتيشن البيبي كان عنده مشكله. ده الدياجنوزس. وليه الانفستيجيشن انا هعملها له؟ ما هتسمح لي ان انا اعمل له اكس راي عشان اشوف هشوف نفس الكلام يا جماعه. لو الفيلاي برده مش عارف يدخل لها هوا، فطبيعي ان انا هشوف برده وايت لانج والكلام ده، بس ده سفير فورم قوي ما بنشوفهاش. بس انت هتكتب اكس راي، اكسبت ان انت عايز تعمل اي بي جي، يعني عايز تشوف البي او 2 والبي سي او 2 عشان هدي له اكسجين، فلازم اعمل حاجات دي. اللاينز اوف تريتمنت اكسجين. البروجنوزس فيري جود، مش جود بس فيري جود. ليه؟ الحاله اولا الحاله مش سيفير اصلا، بتستجيب كويس جدا للاكسجين وبتختفي اصلا خلال 3 4 ايام يعني. فيري جود، انا مش قلقان اصلا من المشكله دي. دي صوره بتوضح ما قبل السيرفكتنت وما بعد السيرفكتنت، بيبين لك قد ايه السيرفكتنت اكسلنت تريتمنت يعني. الراوند لونج رجعت اسوده الثانيه من اكملها اللي هو خلاص فتح. الحمد لله خلص. ندخل بقى على الابجر سكور. الابجر سكور ده موضوع تاني، ده بيتكلم بقى على اي نيو بورن بغض النظر كويس او وحش، انا بعمل له حاجه اسمها ابجر سكور. الابجر سكور ده بيتعمل بيتعمل في المستشفيات، بيتعمل عند دقيقه وبيتكرر تاني عند 5 دقايق. بقيس بيه 5 حاجات. ايه الخمس حاجات اللي انا بقيس بيه؟ لا نبدا من الاول، لون العيل. ابص الاول، الدكتور بيبص على لون العيل، بيشوف الهارت ريت بتاعه، بيشوف الريسبيراتوري ريت بتاعته، بيشوف الاكتيف موفمنت بتاعته او الماسل تون بتاعته، وكده كده هو بيشفط له، فلازم هيركب نيزل كاسترايزيشن وبيشوف استجابته ليه. بنقسمها بقى 3 حاجات بقى، اللي هو بقى الولد جسمه احمر كله ولا جسمه احمر بس الاكستريمز بتاعته اللي هي البلو، ولا الولد بلو بالكامل ساينوزد او بيل بالجامد، مش شرط يكون وايت، اللي هو مش شرط يكون ساينوزد يعني، او بيل وشفايفه ساينوزد من عليه. المهم ان هياخد زيرو يعني، هياخد زيرو في النقطه دي. الهارت ريت المفروض عندي اباف 100، انا اكسبتد من 60 ل 100
الدنيا مودريت شويه تحت ال 60 او الريست خالص البيبي مفيش. الريسبيراتوري ريت مش الريسبيراتوري ريت الريسبيريشن عموما وانس ان الطفل بيعيط الدكاتره بيعرفوا ان حتى كلنا بنسمعه لك صرخه الحياه لو اول ما طلع حصل ستيميوليشن للريسبيراتوري سنتر خلاص فصرخ كده دلاله ان بيتنفس. طول ما العيل بيعيط الدكتور مش قلقان خالص بالعكس يعني امه لما بتقول له بيعيط احنا فرحانين في اذا كويس انه بيعيط انه كده بيتنفس كويس. فاضل ايه المسل تون بشوف الطفل وانا بعمل له عمال يصرخ وعمال بيحاول يحرك جسمه اكتف موفمنت عاديه ولا البيبي فلاسيد خالص فلاسيد هايبوتونيا عنيفه ولا مجرد بيحرك ايه فليكشن بسيط للاكستريمز على قد ما يقدر. اخر حاجه النيزل كاسترايزيشن استجابته ليها المفروض اي طفل لما يحصل له حاجه زي كده اولا انا بشوف وين الاتريزيا مفيش خلاص الكلام ده مستحيل يبقى دكتور مفيش حاجه اسمها اللي هو الكيس دي تيجي تاني اصلا المفروض تتشال من الطب ليه مستحيل مفيش حاجه اسمها اللي هو طفل عنده كوريال اتريزيا والدكتور ما اكتشفهاش من لحظتها ما تعرفش تخش اصلا تمام. الواد مش الواد هيجي يرضع ممكن يموت هو ممكن يشرق ويموت مش لازم يتلحق يعني. والولد حصل له ايه حصل له سنيزنج او كف او ان هو جاست جرامايز ده اللي هو يعني يمطعد زي ما بيقولوا يعني او مفيش استجابه خالص ده الاب 0 ل 3 ده سيفير اسفيكسيا 4 ل 6 ده مودريت او مايلد ومن 7 ل 10 ده بيبي اصلا مفيش اسفيكسيا اصلا. بعمل له ايه بنعمل له رصاصه ايه انتوا جايين انا مؤاخذه يا جماعه انتوا جايين مذاكرين ايه يا شباب انا عمال اسمع تقريبا الاطفال بقى براجع تاني اطفال لنفسي يا جماعه في ايه حد يقول معايا حتى ساعدوني بنعمل ريسسيتيشن بعمل ريسسيتيشن ازاي مش مهمة هنذاكرها يعني انتوا انا مش زهقان والله بس يعني بقى يعني هتذاكروها انتوا يعني ما اقولهاش لا انا عايز حد يساعدني فيها عشان خاطر ننجز يعني بقى احس ان انا ننجز ان انا اقف اقعد اسمع كده ده موضوع صعب قوي يعني يا جماعه انتوا مذاكرين ما تقنعونيش انتوا مش مذاكرين خالص يعني اكيد في ناس وسطكم مش مذاكره بس اكيد في ناس وسطكم مذاكرين والله مش هنحسدكم مش هتحسدوا لا والله ما هحسدكم كده وش هي طفل ماشي انا اول طفل باخده بلفه عشان ما يفرطش يا جماعه الصوت انا بقول نساعدني مش نتكلم. الابجر سكور دي كام حد يحسبها معايا الولد البلس بتاعه 130 3 ايه يا جماعه في ايه هو 2 1 2 ساينوتك هاند اوف سايبتك هاند فيت اللي هو الاكستريمز بس واحد جود ماسل تون الولد بيعيط جامد الحمد لله جرامي بصوا بقى يا شباب هي المفروض 8 واحد تمام دكتور عفت قال 9 وهنمشيها 9 عشان دكتور عفت قال 9 وهو الوحيد اللي عارف ليه هو تفسيره كان غريب شويه احنا كلنا حسبناه ان 8 خلاص احنا اقتنعنا ان هي 8 هو حسب ان وانس ان البيبي بيعمل سترونج كراي ده معناه ان الريسبيريشن مفيش ادنى مشكله فيه فانت حتى لو هو مطعد وانا بعمل له النيزل كاسترايزيشن ده مش معناه انه ياخد واحد ده هو بيتنفس كويس مفيش اي مشاكل عنده. وصلت ده تفسيره ان انا الجرامايز هملتها واديته كمان في الريسبونس بتاع النيزل كاسترايزيشن 2 وصلت. لا ده بالعكس انا اتفقنا ان انا عندي كل الاتريزيا في العياط هيبقى مبسوط جدا انه لانه بيتنفس ليش سترونج كراي دلاله ده حاجه كويسه مش دلاله حاجه وحشه خصوصا في الاول. 9 انا هقول حد يحسب معايا يعني الناس اللي قاعده ورا يا شباب احنا بنتكلم ليه مش فاهم يعني البيبي مولود بهارت ريت 60 بجذب فلاسيد مفيش ريسبونس للنيزل كاسترايزيشن وسيانوزد الله ينور عليكم البيبي صفر وممكن اكسبت ان احنا نحسبها واحد ومال ال 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 الهارت ريت عشان الهارت ريت يعني 60 بوردر لاين بس انا لو جت كنت هكتبها زيرو بس في قالوا لي في جروب ايه الدكتوره مره قالت لهم واحد راحت تسالوا الدكتوره فيها انا هجاوبها زيرو. بنعمله المره الثانيه امتى؟ بعد 5 دقايق الحمد لله نطقته الحمد لله. بعمل ايه للعيل ده؟ بعمل له ريسسيتيشن. الداتا هتنزل يا الداتا هتنزل. الداتا هتنزل. ماشي. هعمل له ايه ريسسيتيشن؟ ريسسيتيشن ده فيه اساسيات له. اول ما بدخل باخد العيل بلفه واقعد اشفط له واقعد اعمل له تايم ستيميوليشن انزله القسم وانت تشوف لحد. وابتدي بعدها اعمل ابجر سكور في اول دقيقه.
واشوف العيل اسفكسيا لا لا مش اسفكسيا الحمد لله مطلعه عشان يبتدي يعمل بريست فيدنج بقى خلاص الحمد لله اسفكسيا جاوب معايا الله يكرمك عشان احسش اوكسجين مش هحسد والله انت تحس مش هتحس ما تخافوش جاوب معايا عشان تحس بدي له اوكسجين ايه يا شباب في ايه بدي له اكسجين بالماسك الاول لمده دقيقه وبعد كده بشوف بشوف الهارت ريت الكلام ده نظري انا مش هقوله ثاني مش هقوله اصلا يعني الميكونيوم اصبر مين ما هو سؤال ده ده سؤال ده سؤال في كيس في امتحان على فكره الصور دي مش انا اللي مالفها دي صور في امتحان فده سؤال جه عيب ما تاخد عيب تغلط في الريسيتيشن هو صعب انه يجي لانه كبير صعب انه يجي بس ممكن يجي ايه المشكله والدكتور عارف هتديك وقتكم عادي يقول لك ايه مش صعب والله يا جماعه والله ما صعب خالص ده هايف الجزء الاولاني ده بنعمله الكل بيعملوه كل الاطفال يعني الميكونيوم اسبيريشن سيندروم ده كان موضوع زمان كان موجود كان مهم جدا بس هم عشان خلاص وانس اللي بقى يتعاملوا معاه خلاص الموضوع عدى يعني البلمونري كومبليكيشن ممكن تيجي للعيل ده ان العيل بيشفط الميكونيوم ممكن يضطر انه يسد نفسه يموت ده واحد من اسباب الريسبيراتوري ستريس عادي خالص ممكن يحصل له بس مجرد اسبيريشن نيمونيا مش شرط يحصل له ان تخنقه خالص دي البلمونري كومبليكيشن مش عليكم يعني الموضوع مش عليكم اصلا مش ايه ده في مال انتوا ملاحظين على العيل ايه العيل ساينوز الحمد لله الحمد لله براء يسال على النيونيتال ساينوس ايه الحاجات اللي ممكن تعمل نيونيتال ساينوس ايه الحاجات اللي ممكن تعمل الاخوه المستمعين في الاخر يعني الناس اللي جايه تستمع ايه اللي يعمل نيونيتال ساينوس نيونيتال ساينوس نيونيتال ساينوزس مفاجأة والله مفاجأة الله ينور عليك نفس الفوز بتاعت الريسبيراتوري ستريس مفاجأة احنا كده في مواضيع كاملة خلص ومش يعني وقالت باستفاضة زيادة عن اللزوم عن الجروبات التانية كمان خلاص بقى ما زعلش مني المشكلة بقى بعد كده عندك ده ايه دي صورة جت في امتحان برضه ده ايه هيدروبس في تالت طب افرض انا مش عارف انا شايف انا هو بيقول لك ايه سؤال ايه الفاينلز انت شايف انا شايف بيبي قد كده كبير جدا ولونه مصفر من اوله لاخره ده بيفسر ايه الهيدروكس عين الهيدروكس بيبقى مولود بجنرالايزد ايديما يجوز ان يا جماعه احنا مشكلتنا ان احنا عارفين ان كلمه ماكروسوميك بيبي بنقولها على الانفانت بدايات مصر هو حقيقي ماكروسوميك بيبي اي طفل لارج سايز انت عايز تخرج من النقطه دي عشان ما يختلفش يقول لارج سايز بيبي ملاحظ عليه جنرالايزد ايديما من اولها لاخرها وجوندس واضحه جدا ده ظهر كمان في السكين بتاعه ده معناها ان هي وصل لليفلز عاليه جدا ده الفايندز عشان شايف ايه الدياجنوستس هيدروكسيتاكس ايه السبب ايه السبب قولوا الار اتش انكومباتيبيليتي بعملها بريفنشن ازاي بدي ام الانتيتي لو ام ار اتش نيجاتيف وحملت في بيبي ار اتش بوزيتيف بعد ما بتولد بدي الحقنه عشان احنا كلنا عارفين بقى ان الار اتش المشكله مش في البيبي الاولاني المشكله في النيكست بريجننسي الكلام ده مش صعب يعني الصوره الثانيه الهيدروكسي فيتاز يعني ده بيبي منفوخ من اوله لاخره ومسفر جونز فانا ببتدي افكر ايه الحاجه اللي ممكن تولد لي عيل كبير جدا بالشكل ده الديمتروس بعنيد بالشكل ده وفي جوندس لدرجه انه واصله في السكن بصمه مكسوره نسيبنا نطيب بصمه مكسوره هيدروبس في تالس الحاجات دي بتيجي كتير بقى بس دي حاجات يعني فاينل شويه بس احنا خلاص بقى ان الفيديو ده ان شاء الله ليكم بقى الاندراوند والفاينل عشان مش احنا بنقول كل حاجه فيه بقى تمام هي تقيلة نتيجي ان تراوز تقيلة بقى ونيجيب لك ايه ده تقول له ده الفوتوسيرابي وتقعد يكلمك عنه بس والله ده سؤال جالنا في الامتحان ده كان سؤال يعني عشان برضو عايز اقول لكم ان الموضوع مش كل يعني قسم الاطفال مفيش مستحيل معاه ده سؤال اللي جالنا هو سهل والله بس كتبت كتير قوي رغي ايه الصورة الاولانية فوتوسيرابي ايه الصورة التانية اكسشينج ترانسفيوجن بس ادي اول جبت اول سؤال ايه الانديكيشنز بتاعتها بعملهم ايه؟ ان البيبي عنده بس اهم نقطه ان كونجوجيتد عيان الكونجوجيتد هايبر بيلروبينيميا ما بتعالجش بالكلام ده
خالص اللي بتعالج بالحاجات دي الانكونجوجيتد بس بس مش حتى مش مفيش اوبشنز ثانيه. هو في انديكيشنز بقى بس مش موجوده في كتاب. فكره ان انا بقعد ايه العب بالليفلز بقى اللي هو العيل مولود بليفلز اكتر من 5 الولد نورمال بس بس عمال بيزيد 1 ملي جرام كل يوم مثلا وصل الكريتيكال ليفلز خلاص العيال دخل في كرينيكترس. فانت دي كلها انديكيشنز ان خلاص هو كلهم بيلفوا يدوروا على ايه على انكونجوجيتد هايبر بيليروبينيميا. فانت عايز تكتب دي النقطه دي حبيت تزود الكلام اللي انا قلته ده زوده المشكله. افرض واحد كتب عيل في كرينيكترس دخل عيل وصل الكريتيكال ليفل حد يقول لك غلط. هو نفس الفكره هو وصل الكريتيكال ليفل من ايه ليه ما فيلير ليه تاني 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 علاج الانكونجوجيتد هايبر بيليروبينيميا العادية ودي الانديكيشنز المتاحة عندنا. السؤال بقى كان سؤال وساعتها هم قالوا باللفظ كده قول انديكيشن لكل واحدة فيهم. ده كانت حاجة غريبة جدا. انت ممكن هنا هو هنا الحالات السيفير اكتر واللي انا عمال اقول بقى العيال قرب للكريتيكال ليفل العيال اصلا دخل في كرينيكتورس العيال بالليفل عمال بالريت بتاعه عمال بيزيد عيال ده المقصود. جون كمان في الكومبليكيشن رخمه زياده وقال لك برضو افصل ثلاثه هنا وثلاثه هنا بس ده عنده حق لان ده له كومبليكيشن ده له كومبليكيشن ثاني. ايه الكومبليكيشن هنا؟ اول حاجه ان العيال يتحرق اصلا مشاكل لعينه اصلا مشاكل الجينيتاليا عشان كده بتغطيه. ايه ثاني؟ برونز هو البرونز سكين ده جه منين؟ بالظبط لو هو كونجيوجيتد وبعرضه تمام الحمد لله وصل. ايه الكومبليكيشن بتاعت دي؟ طب ماشي يا جماعه بس ماشي الترانسفيوجن بس كلمتين سرعه عليهم. انا بستخدم الاول بيتسيل ايه عليه؟ بستخدم دم نوعين او ار اتش نيجاتيف. انا المفروض ان انا بغير دم العيل مفيش حاجه اسمها ان هو بسحب الدم كله بعدها ارجع اضيف له دم تاني ده خيالات لينا. احنا بنضيف دم يعني بنسحب ونضيف نفس التوقيت عشان كده انا بدبل الاماونت بتاعه. ليه بدبل الاماونت؟ عشان اضمن على قد ما اقدر ان انا فعلا سحبت معظم دم العيل. هو في ناس بتعمل اكتر من كده كمان يعني بس خلينا نمشي معاك تاخد دبل يعني. والله بصور فيديو فعلا والله يا جماعه اللي بنصور فيديو اللي شايف ان هو تعب خلاص ممكن يخرج عادي مش مشكله نصور فيديو اللي شايف انه تعب او حابب يتكلم او حابب يضحك وكده اتفضلوا انا مش هقول لكم حاجه مش معيش دكتور غياب معيش ومعرفش درجات كمان. نكمل بس الكومبليكيشن بتاعت الاكستشينج ترانسفيوجن. فانا عرفنا نوع الدم وعرفت بعمله ايه وبنقله بقعد خلال ساعتين بعمله وعرفنا الانديكيشنز بتاعته. ايه بقى المشاكل اللي ممكن عايز يحصل له؟ في اكيوت كومبليكيشن وفي كرونيك ومعظمها متعلق بالدم اللي انا بنقله وخصوصا لو انا بنقل ستورد بلاد. RBCs ممكن تكون مكسره بليتلت خلاص كل سنه وانت طيب اصلا بليتلت اصلا بتقعد فتره قليله. ممكن الستريت اللي جواه بيمسك في الكالسيوم يعمل لي هايبوكالسيميا. الستورد بلاد بيبقى الـ RBCs هيمولايزد فبيطلع منها البوتاسيوم ممكن يعمل لي هايبركاليميا. البيبي ده لو ما خدش جلوكوز واثناء الاكستشن ترانسفيوجن ممكن يحصل له هايبوكالسيميا وهكذا. ممكن يحصل له اسيدوزس بي اتش بتاع البلاد كان قليل والاسيدوزس ده يجيب مشاكل ثانيه. ده الاكيوت في لحظتها. الكرونيك بقى هي بتقول انفكشن ده اول حاجه افكر فيه حصل انفكشن فيلير ماشي هو مش غلط التريتمنت حصل له فيلير لو انا عملت التكنيك اصلا غلط يعني. في مشكله في الكلام ده؟ ايه؟ اوفر هيتنج ان انا احرق العيل اعور ما موجوده في الكتاب كل حاجه بقولها موجوده في كتابه. ده ايه؟ ما تقوليش انفانت دايابيتس مصر. الله ينور عليك. ما تظلمي البيبي. انا شايف قدامي بيبي لارج على فكره انت كده اثرت على الـ على الـ على الـ على الموضوع ولا ما اثرش؟ خلاص؟ ماشي. انا شايف ايه قدامي؟ يا جماعه خلاص تصدقوا نتكلم. حد يتطوع ما فيهاش مذاكره دي بقى يقول لي ايه اللي شايفه؟ مش انا احسدك مش خافش حسد والله. هتجيب درجات الترم الثاني يطلع الاول برضه. خافش. ده ايه يا جماعه؟ انا بالراحه انا 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 القديمه ممكن بحتاج لها بلبيش انا مش شايف القديمه
انا بقول دلوقتي انا شايف ايه عموما. ده ايه؟ طفل كبير حجمه كبير، مش شرط اقول ان هو ماكروسوميا حتى على ارش سايز بيبي او ماكروسوميا بيبي ماشي، شايف حجمه اكبر من الطبيعي، طوله اكبر من الطبيعي، الواد ما شاء الله مون فيس يعني. ان ربي يشهد عشان تثبت لهم الواد بالثوريك ولا لا، محمر من اوله لاخره، ده عدله وده من علامه من العلامات الكويسه يعني، مش كويسه علامه اللي هتساعدني في التشخيص يعني. بالثوريك انه عنده بولي سايسيميا اهو، بولي سايسيميا خلاص. ده الوصف بتاع طفل الانفانت اوف دايابيتيك مثلا، ده اشهر اسباب الماكرو سايزد بيبي. مين مزرق ايه انت عشان الصوره؟ طفل هنا محمر جدا، طفل يا جماعه عنده بولي سايسيميا، الطفل بالثوريك هنا بغباء يعني مش مزرق خالص، ده الصوره اللي عامله كده. الداتا دي هتنزل ان شاء الله يعني، تلوش عرفنا موصف الانفانت. لا عشان هو كبير، حجمه اكبر من الطبيعي، طوله اكبر من الطبيعي، ووشه مون فيس محمر، ودي حاجه بقول لك دي دلاله للانفانت. انتوا عندكم حاجه في المنهج الثاني بتعمل حاجه زي كده؟ هنقعد نحور على بعض كده، ما نحفظ الصوره نسكت. انفانت دايابيتيك مظهر، دي الاسئله اللي بتتسال. ايه اللي انا شايفه قدام عينيا؟ ايه الدايجنوزس؟ ايه الباثوجينيسيس بتاع ان الطفل بيديفلوب نيونيتال هايبوجلايسيميا؟ بلاش. ايه الباثوجينيسيس ان الطفل اصلا بيديفلوب ماكروزوميا؟ مش هقول والله، خلاص بقى انتوا حرين، مش هقول فعلا يعني. حد يتطوع ويقول يا شباب والله ما انا مش فاهم، اكيد مش يعني مش عارفين، الناس مش عارفه او بتقول ليه في ماكروزايز بيت. حلو، وبعدين بتنقل العيل بالانسولين العالي في وزنه. خدتوا دكتور شوقي اكيد قال لكم ان معلومه ان الانسولين هو الانابوليك هرمون الوحيد في الجسم، فالواد بيكبر. في باثوجينيسيس للنيونيتال هايبوجلايسيميا، حد عارف يقول ليه في هايبر انسولينيميا رغم ان انا قطعت الهايبر جلايسيميا؟ ده سؤال بيتسال كتير جدا. الطفل بعد ما اتولد انا قطعت الهايبر جلايسيميا ما بينه وما بين امه، ليه لسه في هايبر انسولينيميا عنده رغم ان هو نورمال ما معهوش دايابيتس؟ بيتا سيلز. حلو، حد قال حاجه؟ مالها البيتا سيلز؟ ماشي، ده اكسبتد. وفي نظريه اخرى بتقول الانسولين كتير اللي بيطلع من الام بيتخزن في العيل. وفي نظريه اخرى اللي انتوا بتقولوها فكره اللي هو الهايبرتروفي اللي هو ايه اللي من كتر ما هي عمال طول الحمل عمال يطلع انسولين كتير فكمل الكلام. ده سؤال شفوي مش سؤال مولد، بس بيتسال كتير شفوي، ازاي انا قطعت الهايبر جلايسيميا ومع ذلك لسه في هايبر انسولينيميا؟ ايه الكومبليكيشن بتاعت الكيس دي؟ عشان يسهل حفظها، اول الدايابيتك من اشهر الحاجات اللي بتعمل بري ترمينيت بس، فانت وكل مشاكل بقى البريماتشور بيبي. عشان انت اصلا لو ركزت في الكلام اللي موجود في الكومبليكيشن هتلاقيه كله بيصب على البريماتشور بيبي. وصلت؟ عشان بس الناس سهل القراءه الحاجات يعني. بعالج ازاي؟ موجود في الكتاب، موجود في الكتابه ده مش هنقول، موجود في الكتاب. بالبريفنشن ازاي؟ بظبط السكر الحمد لله، بكنترول الدايابيتس. اي بري اكزيستنت دايابيتك جت تحمل او المفروض ان انا بكنترول ابقى بتحمل، حملت وما كانتش هتعرف، الدكتور بيكنترول طول الحمل، مفيش حاجه اسمها اللي هو سيبها ان كنترولد كده يعني، يعني الدنيا. ومع ذلك برضه بيتولد برضه ماكروسايز. ده ايه؟ الله ينور عليك، بس انت عرفتها منين؟ من الهيستوري. بس انتوا كلكم عمالين تبصوا على ده اللي احنا اصلا مش شايفين فيه حاجه اللي انا هوسه اقوله، وسايبين الهيستوري. الهيستوري بيقول ايه؟ عيل 28 اسبوع مولود بابدومينال ديستنشن ومولود ببلاد ستون، بطنه منفوخه في بلاد ستون، هو 28 اسبوع. اه يا ترى ايه؟ ده الهيستوري. وجايب بقى الصوره دي يا جماعه عشان نفهمها ايه اللي حصل. الناس شايفه الدايره دي؟ الدوائر الصمراء دي بتشتغل؟ انا شايفها، شايف ايه؟ ده هواء فظاهر باللون الاصفر، تمام؟ نافخ للتست. ليه قلت عليها نيكروتايزنج انتيروكولايتس؟ هو ايه اللي بيحصل في النيكروتايزنج انتيروكولايتس؟ ده اسكيميا وهايبوكسيا يعني ممكن نفصل شويه الفيديو؟ ممكن نفصل الفيديو شويه؟ ممكن نفصل الفيديو ثانيه؟ يا جماعه لازم نروح، انا مش هقدر اكمل ان انا اقعد اجاوب كده. انا حرفيا كده انا بسمع المنهج كله، قاعدين كده نسمع المنهج، لازم نروح. يا اما خلاص هقول دي موجوده في الكتاب وخلاص نبقى نقراها، اللي احنا بنعمله ده زياده يعني.
مش قصدي حاجه والله، بس اللي احنا بنعمله ده زياده. انت النيكروتايزنج انتيروكولايتس المفروض ان هي مشروحه لك، وانت المفروض تبقى انت اللي عارفها. احنا هنا المفروض نيجي نشرح الاكس راي بس. يا شباب لو محدش هيجاوب معايا انا فعلا هقول ان موجوده في الكتاب وخلاص. خلاص اوكي، يعني موجوده في الكتاب ما نقولهاش خلاص كده. حلو، الدنيا ظريفه يعني. تمام، ايه الاكس راي اللي موجود هنا؟ عندي اير مالي الانتستين، نفخها على الاخر، الوول بتاعها سن عشان خاطر في نيكروزس، وبسميها نيماتوزس كولاي. يعني ايه نيماتوزس كولاي؟ اير موجود جوه البول ونفخ. انا شايف دواير كامله سوداء، دواير كامله سوداء، شايف في نقطه بعدها هقولها بعد شويه، وده السبب التسميه. وعشان الوول نيكروتايزد ممكن يحصل له من ضمن الكومبليكشنين كنت ساينال بيرفوريشن، فممكن يحصل نيمو بروتونيه، فممكن الاقي مع نفس الكيس دي وهنشوفها برضو هو تحت الدايفرام، اير اندر الدايفرام اللي هو النيمو بروتونيه. ايه الاورجانيزم اللي بتعملها؟ ايه الكلينيكال بيكتشر؟ ايه الكومبليكيشن؟ ايه التريتمنت؟ موجود في الكتاب. الصوره دي اكس راي نفس الصوره اللي فاتت او شبهها، هي مش نفسها ولا حاجه. تاني ناس دققت دي، ناس شايفه الدايره السوداء بالكامل. دي صوره اكس راي برضو فيها دواير برضو، بس الدواير دي لو ركزت سنه لحظه لو عليت الايماجينيشن شويه هتلاقي ان هي نصها اللي فوق هواء ونصها اللي تحت فلويد. لا مش وهم والله، والله يا وهم. هي دايره كامله اهي، ادي نص مقسوم يا جماعه. الخط الترانسفيرس ده الانترفيس ما بين الهواء والفلويد، مش موجود هنا خالص، الدايره كلها سمراء. ماشي، مش وهم والله ولا حاجه. دي من اشهر الصور بتاعت الاكس راي بتاعت الجي تي، دي من اشهر الصور. ده الانتستاينال اوبستراكشن، مهم جدا جدا، هنجي له بعد شويه. انا مش هنكمل شرحها عشان هتتقال في الاكس راي، بس خلاص الناس، انا بس عايز الناس تفرق ما بين النكروتايزنج. والنكروتايزنج بالمناسبه ما جاش قبل كده، ولكن ممكن يجي، ممكن يجي اكس راي ويجي معاه الكيس ده، وممكن يجي الصوره دي. والاسئله اللي بتيجي عليه انا قلتها، كنت حابب ان حد فيكم يقولها عشان لو عشان نوضح كذا حاجه فيهم، بس انتم مش حابين تقولوا، فخلاص فيها في الكتاب. ليه؟ مش هقول حاجه غير انا قلتها في وسط الكلام، قلت انتستاينال بيرفوريشن. ده ايه؟ دي الصوره اللي جت في الامتحان الجروب ايه؟ دي بتاعت الهيموراجيك بلاد ديزيز. عرفناها منين؟ عرفناها منين؟ ان البيبي وقت السيركمسيجن كان بعد، اولا اتعمل بعد 4 ايام. بعض الدكاتره، ولان الكلام ده اتغير شويه بس خلينا ماشيين مع القديم يعني، ان النيولك سيركمسيجن يتعمل اول يوم. ليه؟ عشان لسه الكلوتنج فاكتور بتاعت المذر لسه موجوده. لان وخصوصا لو الطفل ده بريماتيور ولسه الكلوتنج فاكتور ما اتكونتش، من الاخر عنده هيموراجيك بلاد ديزيز، عنده فيتامين كي ديفيشنسي ايا كان السبب، مش هنختلف بقى. هل هو بريماتيور، عنده مشكله في الليفر، عنده مشكله في الفلورا، في الفلورا نفسها، اكيد عارفين دور الفلورا في فيتامين كي، اكيد عارفينه. تمام؟ وخلاصه الرغي ده كله عايز يثبت ان الام لا عندها حاجه ولا البيبي عنده حاجه. يعني من الاخر ما تقعدش تفكر في الجنرال كوزز بتاعت البريدنج تندنس، ده خلاصه اللي هيقرا الكيس يعني. تمام؟ فالحمد لله ايه الدايجنوزز؟ هيموراجيك ديزيز اوف نيو بورن. بعمل له ايه؟ له ثلاث حاجات، ايه هم؟ انا لسه هيجي شويه سببه ايه؟ فيتامين كي، انا محتاج ازيله فيتامين كي. فيتامين كي كحقنه بتاخد وقت عشان تشتغل، فبيفضل ان انا استخدم ايه؟ الفريش فروز بلازما تلحقني. طب هي لحقتني بالفيتامين كي ولا لحقتني بايه؟ لحقتني بالبروتينج فاكتور، الفريش فروزن بلازما دي فيها بروتينج فاكتور. انا بدي فيتامين كي وبس عشان عايز حاجه تشتغل بسرعه، فاديت بروتينج فاكتورز بالفريش فروزن بلازما، ما عنديش. دي بلاد ترانسفيوجن، هو ده الثلاث حاجات اللي هو عايزها. ده السؤال اللي جه، وجروب ايه كان خارج زعلان مني قوي عشان قلت لهم بس ان هيموراجيك بلاد ديزيز مهمه بقراوها، فما اقراهاش. دي تيتنس عمرها ما جت بس ممكن تيجي. حد عارف يقولنا عليها تيتنس؟ العيل مخشب، هو التيتنس ده ايه قصته؟ ده كوليستيريديم تيتناي وقت الامبريكال ستامب عورت، كنت بستخدم حاجه انسترايل وحصل تلوث. بيبي جه بقى متخشب، بيمر بتو ستيجز تونيك وبلانك. انا هنا في مرحله التونيك، جسمه متخشب كله، هاي ارشيدون. المفروض بقى في التخشيب ده له مناطق كده يعني، جوكر موجود في الكتاب بيقرأوه. التريتمنت بتاعها والكومبليكيشن ممكن يجي، هو التيتانس عموما مش سؤال مشهور يعني، الناس تخلص الاساسيات الاول ولو كان في وقت تبقى اقرأ. ماشي؟
بس يعني بس عشان نبقى قلناها عشان ما... احنا خلصنا النيونيت الحمد لله براءة وده اكبر حاجه الباقي كله مش هياخد وقت يعني. حد عنده مشكله في النيونيت او النيو بورن يا شباب؟ النيو بورن خلص. في حد عايز يسال على حاجه؟ يعني والله الموضوع اتشرح بزياده كمان يعني قالت بتفاصيل زياده كمان يا جماعه. حد عنده مشكله في حاجه؟ طب في اي مواضيع ثانيه لسه عايزين نسالوا عليها؟ في تجميعات بقى يعني انت نعم حلو ده يا شباب. في نقطه بس نسينا مش نسمي يعني تهنا عنها. احنا واحنا بنقص الكلام اتكلمنا على الار اتش ان كومباتيبلتي واتكلمنا على الفوت سيرم والحاجات دي. انا ممكن يجي لي سؤال جوندس يعني ممكن يجي لي صوره طفل مسفر وجوندس مش هيدروبس في تالس مش طفل كبير ومنفوخ وعنده اوديما وجوندس. لا طفل عادي عنده جوندس العاديه خالص ويبتدي يسالك عليه. فالجوندس ايه الاسئله اللي ممكن تيجي على الجوندس؟ بركز على بالظبط انا بركز على السيناريو اللي بيقول هو ده اول يوم ولا في ثاني يوم وثالث يوم. ثاني يوم وثالث يوم انا اول حاجه هفكر فيها ومش شرط هي الوحيده الفسيولوجي. والفسيولوجي كان ليها بتسال عليها ايه الكوزس وليها كرايتيريا اللي بفرقها اصلا عن الباثولوجي. مش حد هيقولها؟ حد يساعدني يقولها؟ بالظبط ايوه يعني الفسيولوجيكال اولا هي بتظهر في اليوم الثاني او الثالث. طب ليه مش الاولاني؟ مش هم فعلا يبقوا لسه ما لحقتش الكلام. اما اللي عارف كوز بتاعتها هيفهم هي ما بتجيش اول يوم. اما اول يوم غالبا انا بتجه ناحيه الباثولوجي. اختلافات كمان في الليفلز تمام؟ هي المفروض الفسيولوجيكال دي اخرها اسبوع في الكول تيرم اسبوعين في البري تيرم. قعدت اكتر من كده يبقى انا بتكلم في باثولوجيكال ما بتكلمش في فسيولوجيكال خالص. الليفل بتاعي اخره معايا 12 في الـ يا شباب اللي حابب يخرج اتفضل لكن ما تقعدش تتكلم في زمايلك يعني عايز تخرج معايا اتفضل. وبيوصل للبري تيرم 14. انا مش عارف هو ايه اللي زعلت كلمه لو حابب تخرج يعني انا ما بطردكش والله بقول لك لو حابب تخرج لو حابب 14 في البري تيرم. اكتر من كده يبقى انا بتكلم في ايه؟ باثولوجي. الريت نفسه المفروض يبقى اقل من 5 في لو انا فيسيولوجيكال. لا لقيت ده يوميا بيزيد اكتر من 5 يبقى انا بتكلم في حاجه باثولوجي. بس ده الجدول المقارنه بين اللي نبقى عارفين بقى الاسباب بقى اسباب الهيموليتيك اسباب الباثولوجيكال بقى. الاول بقسمها ان كونجيوجيتد وكونجيوجيتد هيموليتيك ونون هيموليتيك وايميون ونون ايميون موجوده في الكتاب ماشي. ده الاسئله اللي بتيجي على الجونس. الكرينكترس ممكن يجي هو سؤال نظري اكتر ما منه كيس يعني سؤال نظري اكتر ما منه عمل. يجي بقى ده يجي الكرينكترس لا يسالك عليه في الامتحان لكن وماله انت ممكن بقى يعني يجيب لك صوره الجوندس ويقول لك ايه الموست سيريس كومبليكيشن انا خايف من الكرينكترس ايه الكريتيكال ليفل. يسال يا شباب يسال بقى على الكريتيكال ليفل قد ايه والكرينكترس الاستيجز بتاعتها وبعمل له ايه. وهنرجع بقى في موضوع طبعا ان ايه الفوتوثيرابي والاكستشينج ترانسفيوجن اللي هو هنرجع تاني نفس الكلام. وصلت؟ بس اللي انا جبته ده هو اللي جه في الامتحان قبل كده بس للامانه يعني. اخر موضوع في النيونيت حد سال عليه مش عارف ليه حد سال عليه حد يسال فين في موضوع كبير في النيونيت انا سبته البري ماتوريتي يعني ما حد سال مش عارف ازاي ما سالش البري ماتوريتي. ده برضو سؤال نظري اكتر ما منه عملي لكن في بعض الصور بتيجي على البري ماتور تمام. طب في بعض الصور فممكن نجيبها اصل الاسئله اللي عليها كبيره ان انا اقعد بسالك على الكومبليكيشن بتاعتها. طب اعمل له ايه؟ يقرا او يتذاكر. انا ماليش ما عنديش الصلاحيه ان انا اقول لكم ان ده مش جاي خالص وده جاي خالص. لكن في صور على البري تيرم بتبقى موجوده في صور بري تيرم بيقعد بيجيب الهايبوثيلاميس والحاجات دي في صور والكريز بتاعت ففي اسئله في صور بتيجي على البري تيرم تقول ايه ده؟ يبتدي مثلا يسالك يقول لك ايه الكوز بتاعت البري تيرم؟ ايه الكومبليكيشنز بتاعتها؟ ابسط اسئله يعني. النيونيت كده خلص. حد عنده مشكله في حاجه؟ ان شاء الله مفيش حاجه. هنبدا النيورو يلا عشان انا رجلي وجعتني احنا لسه في النيورو. حد يقرا الكيس؟ لا حد يقراها عشان مهمه. حد يقراها؟ بقول حد يقراها مش يقراها اللي هو يقف يقول لي 50 لا يعني حد يقول ايه الخلاصه بتاعتها. الشباب المشارك ورا الشباب المشارك الاخوه المستمعون من ورا حد يقول حاجه؟ يا ماهر ما تقول حاجه يا ماهر قول حاجه يعني قول ايه اللي قول لقيت ايه في الكيس يعني انا هجاوب انا ما تقلقش قول لقيت ايه. الكيس
ايز فيبرايل كونفرجن، ده اول موضوع تذاكره في النظري في النيورو، ما تروحش الامتحان من غيره. كونفرجن مهم جدا، سؤال بيجي كل سنه. اشهر كونفرجن بين 6 شهور ل 4 سنين هو الفيبرايل كونفرجن. طب انا هنا قلت ليه هي فيبرايل كونفرجن، ليه مش نوع تاني؟ بالظبط هو مديني هيستوري عشان بيسالني على هواي. لو هتبتدي تتكلم على الكرايتيريا بتاعه التيبيكال التيبيكال كرايتيريا بتاعه الفيبرايل كونفرجن، لا تيجي مع فيبر، ان البيبي ما يكونش عنده اصلا مشاكل نيورولوجيكال فتره معينه بقى اقل من 15، بتيجي مره واحده في اليوم، ما اتكررتش خلال السنه 3 ايام، الكلام ده عارفينه. التريتمنت او المانجمنت سمعتوا يا ليت ايه، ما سمعتوش؟ لما سمعتوش انتوا مش عارفين، اكيد عارفين. ايه ديفرنشال دايجنوز؟ هنقول الاذر كوز بتاعت الكونفولجن، بس يعني نصيحه نكتبها زي كتاب عشان هما بيحبوا تقسيم الكتاب. عشان انا نقصت عشان كده. المهم هتقسمها بقى تقسيمة ايه؟ فيبرايل وميتابوليك وسي ان اس. وسي ان اس بقى تقسمه برايمر اكيوت وكرونيك وبرايمر وسكندري، نفس التقسيمه بتاعت الكتاب. هي مش وحشه والله، تقسيمه كويسه مظبوطه جدا، بس خلاص يعني افرض واحد كتب انفكشن وسي ان اس انفكشن وانتركرين هيمرج وتيومر وابيليبسي وبص تروما وبص انوكس، خلاص اللي هو في ايه؟ هايبوجلايسيميا هايبوناتريميا، والقران لازم اقعد اكتب ميتابوليك واحط تحتها حاجات. خلاص المانجمنت، حد يقول المانجمنت؟ طب ايه انا هعمل في فيبرايل كونفولجن يا جماعه؟ والله انا تعبت، والله العظيم ما بهزر، انا تعبت يعني، اللي هو خلاص مش هينفع اكمل كده. حد يقول معايا يعني فيبرايل كونفولجن بيعالجها بايه؟ واحد بس يتكلم من بدل الهيصه دي، حد يتكلم. انا هعمل لها ايه؟ حراره، هديها ايه؟ انتيبيوتيك، اعالج السبب المشكله اللي هو العدوى، اللي هو هدي انتيبيوتيك والكونفولجن لازم. بس ايه الصعب في كده؟ امتى بقى انفستيجيت؟ امتى بقى انفستيجيت؟ كلمه واحده، لو اتيبيكال. لو اتيبيكال، الكرايتيريا بتاعت الاتيبيكال بقى ايه؟ عكس التيبيكال. بينفستيجيت بايه؟ الله ينور عليك، عشان انفكشن. ايه تاني؟ اي جي عشان خاطر بليس، ده اول حاجه هفكر فيها اصلا. والالكترولايتس ده اساس، ده لسه بقول الميتابوليكس، لا لا لازم ادور على الحاجات بتاعت الشوجر والصوديوم والحاجات دي. الفيبرايل كونفولجن مهم، وتقسيمه الكونفولجن مهمه. ده ايه؟ هايدروكيفالس، الحمد لله من جاي واهو. ايه الاسباب بتاعت الهايدروكيفالس؟ انا بالظبط انا عايز التايبس بتاعتها مش الاسباب. اوبستراكتد ونان اوبستراكتد او كوميونيكيتد ونان كوميونيكيتد، ماشي مسموح بالاثنين يعني. حد عارف السي اس اف سيركيوليشن ولا نقولها خلاص حافظينها؟ عارفينها الحمد لله. فكونفيرم الدايجنوزز ازاي؟ اللي هو الانفستيجيشن، يعني ايه الانفستيجيشن اللي انا بعملها للبيشنت ده؟ ايه الاساس؟ السي تي ده اهم حاجه، اهم انفستيجيشن. ليه اهم انفستيجيشن؟ ايوه عشان خاطر ايه؟ بشوف اولا هو بيدايجنوز الكيس، بشوف بيه مكان الاوبستراكشن، بفرق ما بين الانواع، ودي اهم نقطه. انا بشوف هو جنراليز فنتريكولار دايلاتيشن، اللي هو ده ايه؟ اللي هو الكوميونيكيت مفتوح على بعضه، المشكله في كله. يا اما لو في اوبستراكشن هلاقي الدايلاتيشن ايه؟ بروكزيمال لوب، والباقي كله نوت افكتد اصلا. فالسي تي مهم جدا. لو البيبي لسه تحت سنه ونص، مسموح لي ان انا عن طريق الانتير فونتانيل اشوف بالالترا ساوند. ايه تاني ممكن ادور عليه؟ التورشن انفكشن ده اساسي، ده ده, ده 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 سبب رئيسي يعني. ايه التريتمنت بتاع الكيس دي؟ في نوع منه تمام، في نوع منه اللي هو الارست، اللي هو خلاص اللي هو الدرينج بيساوي البرودكشن. حقيقي ومفيش الكلام ده، لان البيبي حتى لو ارست هو بالمنظر ده انا اكيد مش هيسيبوه يعني. تمام؟ فاحنا ماشي نعديها يعني. خلينا في الشغال بقى لسه، بنعمل له ايه؟ بديله دايوريتكس اللي هو الكربونيك الهيدريس انهبيتور، بقلل البرودكشن. وايه تاني؟ شنط. الله ينور عليك، اللي هو بقى الشنط. والشنطه بقى ايه؟ فنتريكولوري بريتونيال انا مش سامع. اتريال ماشي، و بلورا. مين احسن واحد فيهم؟ ماشي، ومش ده الصح.
ايه الكومبليكيشن بتاعتها؟ ماشي مين بيتكلم؟ مين الكومبليكيشن؟ انفكشن فيلير اتسدت صح جدا. دي الاسئله اللي بتيجي على الهيدروكيت ولا حاجه تاني. سي الهيدروكيفلس اكس راي انساها امحيها من ذاكرتك. انساها امحيها من ذاكرتك. هي قراءه للنظري مش اكتر، عشان لما يجي لك سؤال نظري او لما يجي سؤال زي ده وتكونفيرم الدياجنوستس تبقى تكتب اكس راي وتبدأ كلمتين. مش هتيجي الصوره اللي هتيجي سكال ثلاسيميا ونكبر دماغنا. الصوره اللي بتيجي سكال ثلاسيميا اصلا مع ليه برضو مش عشان حفظ، عشان انا ما بشخصش الهيدروكيفلس بالاكس راي خالص. وهو كمان بيتكلم على ايه؟ على التورشي انفكشن اللي هو بقى امتى الاقي انترا كرينيال كالسيفيكيشن. طب امتى لو توكسو بلازما هلاقي كذا جنرال والسيلفر بيتين والكلام ده. الدكتوره اللي ورتها لهم في الوحدات انا ما عنديش مشكله خلاص اوكي شفتها وهي شرحتها لكم خلاص. دي صوره دي ايه ديسكرايب؟ ايه ديسكرايب؟ حد ديسكرايب؟ ايوه ما والله ايه راسه كبيره لوها. انا عايز كلمه سانست اي دي اهم كلمه. وايه تاني؟ طايلت البيز. انا مش شايف هنا الفونتانيلا انا مش هتكلم عنها. يعني في ناس بتحب الجو ده اللي هو تبقى خاصه مذاكره ديبريست انت قصدي بلجنج فونتانيل و وتتكلم سباقات سويتش بس انا مش شايف ده الاساس اللي هو اكتبه الاول. ماشي عشان نسترتش تمام. ايه الدياجنوزس؟ هيدروكيفلس. ده انا جايبها ليه؟ عشان الشنط. عشان ما ينفعش اجيب صوره زي دي وتكتب هيدروكيفلس بس. لازم تعلق على الشنط والشنط هنا ايه؟ فنتريكولو بيدروتونية العادي خالص بتاع نازله لحد تحت. ايه؟ هيماتومة ايه؟ فين هيماتومة؟ لا هو راسه كبيرة. يد لا ما هو هيدروكيفلس راسه كبيرة. لو حد ربنا كرمه وفتح الكتاب الله ينور عليكي خلاص يعني تعالي سجليها هنا قربي بس من بتاعه وليها. الارنولد كيالي سندروم. هي بتيجي عشان كده عشان بيبقى هيدروكيفلس اسوشيتد بسباينا بيفيدا ومنينجيو سي. جت مره واحده يتيمه كانت سؤال هيدروكيفلس باسئله الهيدروكيفلس العادي بس هو جاب دي عشان الناس تكتب الاسم السندروم بس عشان كده جبناها يعني. وممكن تيجي صوره يعني معلش يعني مؤاخذه يعني ممكن تيجي صوره زي اللي تحت دي ده يعني ممكن اكتب بلاش صوره زي دي اصلا هو مخبي دماغه فما تقوليش ما تقوليش ارمل بكيالي بقى انت بتتكلم فين؟ لا خلاص هتتكلم هنا على منينجيو سي خالص. اقصد مش لازم مش معنى انت شفت منين جي سي خلاص يبقى انا هحدث على السندروم على طول. لكن دي باينه ان راسه كبير. الحمد لله باينه ان راسه كبير. احنا بننوع الصور اللي جت في الامتحان والله انا مش برخم عليك يعني بننوع الصور اللي جت في الامتحان. هيدروكيفلس ساسنت ودايليت فينز ماشي بس هو عشان هو ما جابليش سن ماشي قصدي ما انا قلت لك في الاخر كده على السريع مش محدش هيقول لك لا بس نفس الكلام والله الدايجنوزس وبعمله انفستيجيشن بيه وتكني خلاص بقى هو يبتدي يسال اسئله عاديه على هيدروكيفلس بقى مفيش مشكله يعني. اه ده هيبقى ايه الريفلكسات؟ هايبر ريفلكس ليه؟ عبر موتو نيورون ليجن عيب بقى زي يا شباب كومبالجن عشان بس الناس اللي متابعه معانا ومركزه قوي الكومبالجن كده خلصت والهيدروكيفلس كده خلص ما دخلنا على موضوع جديد اللي هو الفلوبي ده ايه الساين دي بتيجي كتير جدا سكارف ساين انا بعمل ايه؟ بحاول ان انا اجيب الليمب بتاعه ان هو يكروس الشولدر لو عملتها عمري ما هعدي الميد لاين تمام لا الديبي ده بيعدي يكروس الشولدر ويعدي الميد لاين عادي خالص ليه؟ من كتر ما الابر ليمب بتاعه هايبوتونيك في الاسيديتي تيجي كتير جدا اسم التست بستخدمه امتى؟ تو دايجنوز الفلوبي امتى او الهايبوتونيك الحمد لله الحمد لله الحمد لله دي يا شباب ده هي الجاج وده ايه؟ سنترال سسبنشن احنا عندنا الفلوبي انفنت خمس صاير خمس صاير يعني بدل معلش لو مؤاخذه يعني بدل ما انتوا بتتكلموا كنتوا تجاوبوا عليا مش بعيركم بس كنت جاوبت بدل ما انتوا بتتكلموا. احنا عندنا خمس صاير احنا شفنا منهم ثلاثه دلوقتي لسه فاضل الباقي. هيد لاج
this sign ايه الانديكيشن هايبوتونيا هايبوتونيا في النك بتاعه المصل في المصل بتاعه النك والدلاله الايه واحده من الساينز بتاعه الجنرالايز هايبوتونيا اللي هو الفوبيا ومش شرط على فكره يا جماعه ان هو مش شرط يبقى ماشي بس خلاص خلينا ماشيين كده تمام عشان بتيجي كتير هايبوتونيا ده ايه بنترس سسبنشن السيجنيفيكانس بتاعتها ايوه اللي هو هايبوتونيا في ايه قول الاول هايبوتونيا في مكان الفلاني ده هايبوتونيا في الترانك بتاعه تمام فلما شيلته كده بقى عامل هورس شيب او فينترس سسبنشن اللي احنا بنسميها اليو شيب فور ديفرنشال دايجنوز للكيس ده قصده على الكوزز بتاعه الفلوبي ام عادي خالص ما تلخبطش نفسك المقارنه ما بين الاتونيك سي بي والفيردنج هوفمان مهمه جدا مهمه جدا هنقول اللعبه بتاعتها عشان بس نعرف نذاكر مش هقول الجدول كله انا كنت ناوي اقول الجدول لكن عشان الطريقه دي اللعبه بتاعتها بس عشان اللي هيجي يقرا الكلام ان الاتونيك سي بي ده من اسمه ده سي بي ده مشكله سنترال مشكله ابر روت نيورون ليجن بتفاصيلها بقى كل الاختلاف بس الوحيد ان هو بدل ما هو عنده هايبرتونيا بقى عنده هايبوتونيا وده سبيشال تايب منه يعني العادي ان السي بي عنده هايبوتونيا هايبرتونيا واما البيردنج ده مشكله في الانتيريور هورن سيل بمشاكلها بقى انتوا لما تاخدوا نيورو هتعرفوا الانتيريور هورن سيل بيبقى معاها فاسيكيوليشن عادي عشان ده مش عشان هو مش مشكله سنترال فطبيعي معاه هايبوتونيا طبيعي ان انا الاقي معاه ما الاقيش معاه منتر ريتارديشن ما الاقيش معاه كونفالجن لان الحاجات دي محتاجه سنترال كوزس والعكس الناحيه الثانيه ده فكره الجدول اللي انا قلته برده مفيش فايده فيه ده سؤال جه في الامتحان بقى احنا بنعيد مش عشان نعيد ده عشان ده سؤال جه في الامتحان هيد لاج ومعناه ايه؟ ايه الساينز اللي انا ممكن الاقيها ثانيه في البتاع ده ولا سايب حاجات في منتهى السهوله لو انت لو حد مذاكر خلاص يحل بمنتهى السهوله يعني مش مشكله خالص يعني ده صوره للفيردنج هورمون طب انا عرفت منين يا فيردنج هورمون ولا حاجه ما عرفتهاش انا جايبه بس عشان افكركم بالاسم الديزيز يا جماعه هو بيجيب لك الساينز بتاعه الهايبوتونيا العاديه خلاص وكوز هتودينا في ده مايكل كيف مايكل كيفلي بيجي او بيجي الاول بيجي يسيل ايه الديفينيشن بتاعه يعني ايه مايكل كيفلي تمام اقل من السر اللي هو اقل من السنتايل العادي ايه الاسباب بتاعته وتبقى حافظ الكونستيتيوشنال او الفاميليا الكرايتيريا بتاعتها اتفضلي فلاسيتي من كتر ما هو فلاسيت عادي يعني اعمليها في ايدي كده حاول لا مش عارف لا اسم ساي ممكن يبقى ليها وانا مش عارف حاول تعمليها كده مش هتعمليها يا جماعه لو اللي بيقول اسم الساي يقول عشان بيجي قولوا اسم الساي عشان انا مش عارفها بيجي مقارنه ما بين المايكروكيفالي والكرينوسينوز ايه الفرق الكرينوسينوز ده سببه ايه اصلا يعني ما تشوف كل جبل ايه السوتش ده بعيد عن الفيديو صح دي ايه اللي جنبها يا جماعه دي ايه انا عايز اقول لكم حاجه يعني دي كانت موجوده بالغلط بس انا سبتها عشان الناس انتوا مش عارفينها البلانتا ريفلكس وده بوزيتيف ولا نيجاتيف بوزيتيف عامل اهو جلتي فليكشن وعامل فاننج اهو مفيش نيجاتيف تمام وعشان كده بيتقال بلانتا ريفلكس ولو لقيته بقول بوزيتيف بابينيسكي مفيش نيجاتيف تمام هو ده شكل الكرينس عشان ماشي ولا وانا جبتها عشان خاطر الديفرنشال دايجنوز مع المايكرو كيف لا هي مش باينه هو هي دي مايكرو كيفالي المفروض بقى ان انا بالبلبيشن بحس الريدج بتبقى السوتشرز واضحه جدا بتبقى محسوسه والبيشنت هنا بيعيط عشان خاطر هو عنده ايه انكريز في الانتر كرينيتال خلصنا طب يا شباب خلاص مكسوره ماشي مكتوب لا انا عايزني الصوره في حاجه واضحه ايه ما قلت لك بقى انا المفروض ان انا بحس يا جماعه لا والله كده محسوس
قلبه بالريتش. ماشي، من قصدي ده محسوس بس دلوقتي في الصوره يعني. في الصوره مايكل كافن العيل والعيال بيعيطوا. لا لو جت يا جماعه ماشي عايزين نقول مايكل كافن بس ربحت، بس انا كتبت كريم ستينوز. معلش معلش احنا انا عارف ان انتوا ما بتحبوش البصمه ده، فاللي هو يعني ازاي البصمه يعني انا بالنسبه لي حتى مش باين ده مايكل. لا حرام، هو ماشي ولا ماشي كلامه صح يا جماعه. هو المايكرو كيف اللي بيتقاس بالراس بيتقاس بالنظر؟ لا هو بيتقاس بالمزور. احنا لو هندخل مع انا هندخل بقى في الامور بالشكل ده يبقى هقعد كل حاجه بقى وكده. يعني مثلا صوره الانفانت اوف دايبيتك مزر، مين قال ان ده ما يمكن عادي كبير؟ ما يمكن ده اصلا ده ما يمكن اصلا ده طفل كبير اصلا مش 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 لسه مولود. ماشي هو الكريتي مش هيبقى مش هيبقى بالعنف ده، بس بس هيبقى معاه فيتشرز ثانيه. بس ممكن كريتي مثلا هي يا جماعه معلش مش معنى ان انا قعدت نقوم نتكلم يعني اللي هو الدوشين 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 هو الدوشين عمره ما جه صعب قوي يجي بالظبط، بس هيجينا تمام. الصوره دي لو جت ده هايبرتروفي او سودو سودو هايبرتروفي في الكاف ماسل، والناس تبقى عارفه الفرق ما بين الهايبرتروفي والسودو هايبرتروفي. عارفين عارفين ايش هو، ونبقى عارفين ان ده دوشين وعارفين ان هو كونجينيتال وعارفين الانهيرتنس بتاعته وعارفين ان الطفل ما بيعيش كتير وبيعيش ليه. تمام ماشي تمام الحمد لله. انا حد بيرد يبقى حد مذاكر. اتفضلي. طبعا احنا كده خلصنا يا جماعه النيورو يا شباب، النيورو كده خلص. حد عنده مشكله فيه؟ طب ماشي احنا اللي عايز يستاذن دلوقتي يتفضل عشان مش هنوقف تاني. يعني اللي عايز يستأذن دلوقتي اتفضل. اللي عايز يستأذن مش يك... مش اللي عايز يتكلم، اللي عايز يستأذن يا شباب. يا شباب اللي عايز يستأذن مش اللي عايز يتفايش، عايز يتكلم. أنا واضح إن أنا كنت بديش بس أنا مش مصيف والله الحقيقة. أنا خلينا نعترف. ما أنا أصل بيرجعوا يزعلوا يقولوا أنت بتزعق وأنت بتبقى هتعصب علينا. ما أنتوا بتعملوا تصرفات مش طبيعية. النيورو خلص يا شباب. انا مش عارف لو في بنت واقفه بقى بتتكلم اصلا مسمعه الصف الاولاني كنت بتعملوا معايا. انا مش عارف يعني لما انا صوتي مسمع القاعه كلها وانتوا بالمنظر ده. يا جماعه انتوا انتظر مني في سنه وفي ناس منكم قدي، فلو انا مكسوف ان انا اقعد اقول لكم بس غصوا الكلام ده عشان الناس بترجع تقول انت بتقفش ليه. انت لو جيت مكاني هتتضايق جدا. النيورو كده خلص، النيورو خلص. اتقال فيه المواضيع اللي مش المهمه اللي جت قبل كده. يعني مفيش حاجه من اللي اتعرضت دي ما جاتش قبل كده، اللهم الا الدوشين. بس انا جبتها عشان خاطر في تفاصيل ثانيه، في حاجات ثانيه ممكن تيجي. هو انا مش قادر اقول لك ما تجيش، يعني افرض جاب لي كيس عن الجنيان باري سندروم، ده حصلت مره بس جت فاينل. مش جت كيس نظري. تمام؟ فانا بتكلم في فكره ان ان قسم الاطفال بيحب يجدد. بيحب يجيب الحاجات اللي ما جاتش قبل كده. لكن اللي جه قبل كده ولازم يجي الهايدروكيفالس، الكونفالجن اللي هو الفبرايل كونفالجن، المايكروكيفالي مهم برضو، والفلاسيتي اللي هو الهايبوتوني ده مهم. ده الاساسيات. خلصوا دول لك الاول ولما ربنا يكرمك ويفتحها عليك وعندك وقت تاني وده مش هيحصل فتقوم ايه تبقى اقرا الكلام التاني. هو مش هيحصل. اكس راي، احنا اكس راي الثلاسيميا مهم جدا. اختصارا للوضع هو انا هشرح ليه هي دي اكس راي ثلاسيميا، بس احنا عشان ما نلخبطش نفسنا اي اكس راي الترم الثاني احنا عندنا الموضوع ليمتد يا جماعه. والله انتوا عشان الموضوع اللي كان قصدي فيه يا شباب ان احنا الموضوع ليمتد يا جماعه. يعني ليمتد بمعنى ايه؟ ان انت ما عندكش مواضيع كتير تسرح بيها. يعني انت صوره الانفانت اوف دايبيتك مذر دي انت حتى لو ما شفتهاش قبل كده هتجاوبها كده. المواضيع اللي عندنا ليمتد قوي يعني. يعني ما فيش اللي هو الموضوع مش ديفرنشال دايجنوز بقى تقعد تفكر في مليون حاجه. ده اللي اقصده يعني. فنفس الكلام انت عندك صوره ايد جايه لك انت لو مش قاري كلمه هتكون ثلاثيه. ما اعرفش حاجه ثلاثيه. هم قالوا لي اي ايد تشوفها ثلاثيه. هي ليه ثلاثيه؟ احنا خدنا ثلاثيه الترم الاولاني في البطنه، خلاص احنا كلنا عارفين ان الثلاثيه البون مارو هايبر اكتف. تمام؟ فطبيعي ان انا الاقي المضله بقت واسعه جدا من كتر ما البون مارو هايبر اكتف وضغطت على الكورتكس فبقى سين كورتكس. هو ده اللي انا شايفه. انا شايف سين كورتكس وشايف المضله واسعة جدا. الناس هنا مش شايفة في الصورة، معلش عشان بس تثبت لهم ان الحاجة دي موجودة يعني. شايفة انت المضلة سمراء قد ايه؟ شايفة الجزء الرفيع الصغير ده هو ده الكورتكس. الناس لما تيجي تشوف الصورة هنا الكورتكس على الجنبين فيري ثين والمضلة واخدة جزء اسمر وواسعة جدا.
هو ده السبب ان انا قمت قايل ان هو ده اولا الابنورماليتيز اللي انا شايفها، وهو ده اللي خلاني اقول ان الاكس راي هاند سلسله. ايه الدايجنوزس؟ سلسله. او ما في ناس بقى بتحب تقول كلام جميل بقى كرونيك هيموليتيك انيميا مستو. ماشي ماشي، نغذي على عيننا وعلى راسنا. ايه المين لاين اوف تريتمنت؟ احنا خدنا السلسله دي، خدنا السلسله وعارفين بنعالجها ازاي. عارفين ان عين السلسله دي له دم، وعين السلسله بقى عين سبلينكتومي، عين السلسله باخد داير ميثيليشن. عارفين الكلام ده، مش محتاج يعني اقصد ان انتوا حتى يا جماعه في مفاجاه حلوه والله. الناس اتخضت لما قالت ايه البلاد والرينال معانا التيبيكال من بطنه. تيبيكال والله، تيبيكال تيبيكال مش بطنة. لا ما تقتقوش، انا 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 في سنه سته وعارف تيبيكال. انت عندك، انت هتيجي تقرا النيفروتيك سيندروم بعد اللي دكتور شوقي عمل معاكوا ده، يعني خلاص حرام. هو ادانا معلومات زياده عن اللزوم، انت فعلا هتبقى هتلاقي الدنيا اهدى كتير. يعني النيفريتيك نفس الكلام، رينال فيلير مواضيع هتلاقيها بسيطه جدا. السلاسيميا دي لما تيجي تقراها من الكتاب هنا منتهى السهوله، مفيش كلام جديد ولا كلمه جديده تاني، خلاص نفس الكلام بتاع الترم الاولاني. ده اللي اقصده، يعني الناس ما تتخضش قوي ان البلاد والرينال معاكوا. يعني انا مش عارف هو معاكوا ولا لا. يعني دي صوره سلاسيميا بيقول لك ايه الفيتشرز اللي انت شايفها. انا شايف ايه يا جماعه في الصوره دي؟ شايف بريتروجر في الابر جو واضح جدا. شايف ايه تاني؟ شايف الماكسيلا برضو بريتروجر. ماشي ماشي، في ديبريست نيزا. ماشي شايفها عشان في الليل. ايه تاني؟ انا شايف بالون، وشايف لونها مغمق جدا، لونها مغمق جدا بسبب الايرن اوفرلود. هي راسها مش كبيره قوي، بس لو قلتها في وسط الكلام مش هخسر حاجه. تمام، بس هي دي الفيتشرز بتاعه. وعامه لو حد ركز في الصوره في جوندس في عينها كمان، فانا شايف بالو، شايف جوندس، شايف لونها، لونها متغير مسود بسبب الاير اوفرلود. مش شايف قوي ماكروكيفالي، مش شايف قوي يعني. وشايف برتروجر في الابر جو، شايف برومتد باك برتروديد باك المجزلة. بس دي الفيتشرز بتاعت الاسم. محدش يكتب هيباتوس بلين وميجا، عشان لا ما عشان الناس تبقى مذاكره على بعضها الفيتشرز. محدش يكتب هيباتوس بلين وميجا. تمام، اه هو بقى بيجيب صوره الدم ليه؟ لان جه في مره قال لك لو عملنا بلاد فيلم هلاقي ايه؟ حد يقول لا ده هاي تارجت سيل. هو كان طالب ثلاث حاجات، هم ثلاث حاجات. قول ده سؤال جالنا في الامتحان فاينل، كان يعني السؤال لو عملت بلاد فيلم هلاقي ايه؟ مش عارف انا جبته ولا لا. مايكروسايتوزيس. انت قلت تارجت سيل ومايكروسايتوزيس. يا جماعه مش دي واحده من ضمن الحاجات بتاعت المايكروسايتوزيس انيميا؟ وفيش فريشه في ايه؟ ماشي يا انت كلامك صح، هي قصدها ان في ارفسيس صغيره جدا. دي مش ارفسيس، دي فراجمنت ارفسيس. من ايه؟ من الهيموليسيس. مش انا عندي هيموليسيس، فانا عندي حاجه اسمها ايه؟ شيستوسايت. مش شيستوسايت اللي هو اللي هي الفراجمنت ارفسيس. وده سبب ان شايف ارفسيس صغيره، هي مش ارفسيس، هي فراجمنت. صح جدا كمان يعني، ده بسبب الهيموليسيس. هم دول الثلاث حاجات اللي انا ممكن اشوفها. خلاص؟ السؤال بتاع البلاط فيلم مهم. صوره ثانيه للسلاسيميا برضه طلب ايه الدايجنوزس؟ اه ان اكسبكتد تايم اللي انا ممكن اشوف حاجه زي كده. من امتى السلاسيميا بتبدا؟ ست شهور. تمام. اه بيقول لك ايه توقعاتك في السي بي سي عن الهيموجلوبين؟ هلاقيه قليل، ويا ريت لو تكتب اقل من 11. تمام؟ المين كوباسكولار فوليوم؟ ام سي بي. مايكروسيت اللي هي اقل من 75. الريتيكلوسايت عالي ليه؟ هايبر، يعني لسه من شويه بقول هايبر اكتف جول مرو، فطبيعي الريتيكلوسايتوز. البليتلت كاونت ماشي، او نورمال او كومبليكيتد، هو مفيش مشكله. بس اللي حابب يوضح هو ليه قال ان هي افكتف كومبليكيتد بسبب كذا. لكن العادي ممكن امر، بس ماشي صح نورمال وكومبليكيتد. هذا ايه؟ عادي ايه؟ ما بلاش دكتور شوقي دلوقتي، ما بلاش يعني اللي هو ايه، خلينا في الحياتي. صورة الاسكالب. هنقول ليه قلنا على اكس راي سلاسيميا وبعد كده البصمجه. تمام، ليه قلنا على اكس راي سلاسيميا؟ دي صوره اوضح، دي صوره اوضح. احنا كلنا عارفين ان الاسكالب عباره عن ايه؟ اوتر وانر تيبل، وما بينهم سبيس اسمه ديبلوك سبيس. وفجاه هايبر اكتف بومارو كبر السبيس ده. بس انا عندي الجزء الابيض ده، كل ده السبيس.
والاوتر والانر تيبل اتضغطوا جدا. نفس الفكره يا جماعه، مش كنت بقول من شويه المضله وسعت والكورتكس ده؟ هنا مفيش مضله وكورتكس في الاسكال، اللفظ نفسه غلط، مفيش حاجه اسمها مضله وكورتكس في الاسكال. انا بقول الديبلوك سبيس زاد قوي فضغط على الاوتر والانر تيبلز، او خلاص بقول الديبلوك سبيس عالي. وده 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 الاسم الثاني بتاع ايه؟ الهيرون اون ذا بيت، ده معنى الكلمه اصلا. كل ده السبيس، كل ده السبيس. الناس بقى تقعد تقول لي شبه ايه ده، ده الكالسيفيكيشن، دي شبه ايه ده؟ لا ده الانتراكرينيال كالسيفيكيشن، ده الكالسيفيكيشن بتاع الهيدروكيفز. براحتكم بقى، انا قلنا يا جماعه هم كانوا حتى بيقولوا لنا كده، هي صوره اسكال حتى لو انت ما انتش قادر تفهم الاسكال، ولكن احنا خلاص احنا فهمناها بقى كده، مش صعب. حد يا جماعه من اللي قاعد مش فاهم ليه دي اكس ري اسكال؟ والله ما بهزر، حد قاعد لسه مش فاهم دي اكس ري اسكال ليه؟ ثلاثينية ليه؟ كل ده مش واضح، كل ده مش واضح، حرام يعني. لو جيت شفت في الصوره كل ده دي بلوكس بس مش واضح، اللي بعدها ده كله ده مش واضح، ده كله ده مش واضح. عارف انتوا الصوره اللي هو عاملين نجيب حاجات اصغر فاصغر، عاملين نكبر فنكبر لحد ما اجيب لكم دي، خرقوا كله. ده مالناش دعوه بالكونتراست اللي بره، بنتكلم على العين والسكال كبير. بس يا جماعه اهو بس اهو الخطين باينين اهو، ناس مستوعبه ولا مش فاهمه الجزئيه دي؟ ناس مش شايفه باينين؟ مش شايفين البيس ده؟ مش شايفين الجزء ده كله؟ اهو انا مش عامل عليه بصبع عيني، هو ده اللي ديبلوك سبيس، هو ده كبير جدا كبير جدا جدا. انتوا لو شفتوا اي سكال عاديه الموضوع بيبقى خط يا جماعه، صعب برضه. ما انا قلت لك ماشي، وبناء عليه انا بقول لكم ده اللي احنا كنا بنعمله. اي سكال ان شاء الله بيبقى قصده بقى ثلاثيه، والله هو بقى وريها لكم في الراوند، فهمتوها منهم في الراوند ماشي. هو جاب معاها كيس سيناريو وبيوضح هيدروكيفلس، ما عنديش مشكله، بس الاغلب بيبقى ثلاثيه عشان ما نتهوش دماغنا. ايه بقى الاسئله بتسال؟ يعني ايه؟ اتكلمتوا دلوقتي يعني اللي هو ايه؟ بقينا نسال دلوقتي، كنت بسال من دقيقتين ما حدش كان بيرد عليا خلاص، لكن دلوقتي خلاص بقى يعني يقول لي عرفني يا ثلاثيه ازاي؟ اول سؤال اصبر، اول بس ده السؤال اللي جايب لك، بيقول لك اوصف اللي انت شايفه خلاص بقى، تصرفه عادي ولازم تكتب الهيرون اون ذا بيرد. ده هو اصلا جايبه عشان تكتب الكلمه دي. ايه الاكسبكتد كوز اوف ذس؟ عين الثلاثينيه بيموت من ايه؟ عندنا ليله كبيره بقى من الكومبليكيشن بقى، ليله كبيره، والايرن اوفرلود طبعا اساسها. ايه الراديولوجيكال مانيفستيشن اللي انت شايفها والدايجنوز؟ سؤال في منتهى السهوله نفس السهوله. وهنا بقى ايه؟ ريحني. جاب لك بيقول لك تشايلد عنده الباتس بيجينو ميجاني ومعاه بالور، يقول لك ايه الراديولوجيكال فاين والدايجنوز؟ يساعدك اهو، بيعرفك ان هي ثلاثينيه، هي مش هيدروكيفس. ما تفكرش في هيدروكيفس، هيدروكيفس لا يشخص بالاكس ري. هي دي هو ده جزء غير الاسكال، بس انا حقيقي مش عارف قصده، مش عارف مشاور على ايه. مش هنختلف. ايه الابنورمالتي الثاني؟ الدايجنوزس؟ ايه الانفستيجيشن اللي انا بعملها الحاله دي؟ لا انا ماشي، الريكتو فريز ده اهم حاجه، بس انا مش عايز نرمي رميه كده على طول. شخص انيميا الاول، شخص ان هي مايكروسيتك انيميا، بعد كده شخص الهايبر بيوروبينيميا، وفي الاخر طبعا تكتب ان الموست اكيوريت معايا الهيموجلوبين. يا شباب اللي قاعد ورا اللي عاملين يتكلموا صوتكم واصل لحد هنا، حد يقرا الكيس. ما انا ما بقولكش سماع، احنا مش في قصه في حصه قراءه، انا بقول اقرا، قول ايه اللي طلعت بيه من الكيس يعني. الموضوع صعب قوي كده؟ يا شباب، الشباب اللي ورا يا لولو، ما تقول حاجة. لا ما تقراليش، قول اللي طلعت بيه. ما تجاوب، مش لازم تجاوب، هجاوب انا، بس قول طلعت بيه او بتفكر في ايه حتى. الحمد لله، دي أول نقطة. الحمد لله. طب هو دارك يورين وبيليستول دي دلالة ايه؟ هايبر بلوروبينيميا، تمام؟
الله ينور عليك. الهيباتايتس. اه الحمد لله. بس احنا عرفنا منين ان هي هيباتايتس؟ طب ليه ما قلتش ان هي هيموليز؟ انا بالراحه. بس انا عندي اول حاجه فيبر وماليز 3 ايام دلاله انفكشن. خلاص ده اول حاجه دلاله انفكشن. تاني حاجه بيقول لي ان الابر ابدومينال بين، يعني اللي هو بيساوي كلمه اللارج تندر ليفر بدل ما يقولها يعني دايركت. بعد كده ابتدى البيشنت يديفلوب ايه؟ جوندس. ما الليفر تعبان فبقى في جوندس. والجوندس ده اللي هو الهايبر بيليروبينيميا هي اللي بتعمل دارك ستول بيلي ستول وداركيو. دي كيز الهيباتايتس. معلش انا حتى لو توهنا فيها دلوقتي بس ما تنسيش بقى تاني. خلاص الهيباتايتس واحد من اهم المواضيع اللي بتيجي. لو قرروا يجيبوا جي اي تي ومش حابين يجيبوا الاكس راي يبقى ده السؤال اللي جاي. وان ما جاش من الترم او الاند راوند اسف يعني هيجي فاينل ان شاء الله. ايه الدياجنوزس؟ هيباتايتس او فايرال هيباتايتس. ايه الانفستيجيشن المفروض اعملها؟ انا عندي ماشي. هو كلامكم مش غلط بس انا عايز بس ايه تقسيم. الاول اثبت ان هي هيباتايتس، بعد كده ابتدي اثبت لي هي انه ايه الكوز بتاعها. احنا عندنا في خدتوا انتوا الفايرال بيتقسموا تروفيك ونون تروفيك اللي هو الاي بي اللي هو الاي والبي والسي والدي والاي. والنون تروفيك بقى اللي هم بيضربوا حاجات من ضمنها الليفر زي السيتوميجالو فيروس بقى الابنشتاين والحاجات دي. ايه الانفستيجيشن اللي انا هعملها؟ انا اول عايز اشخص ان فيه هيباتايتس عشان اكد الكلام. لازم افكر في الليفر انزيمز الاي ال تي والاي اس تي والاقيهم بالالاف عشان دي حاله اكيوت مش كرونيك. البيليروبين طبعا عشان الجوندس. ماشي الالترا ساوند ومان ما يجراش حاجه هشوف اللارج ليفر. ماشي انا لسه في مرحله اثبات الهيباتايتس. يا جماعه بقى القلاين فوسفاتيز والحاجات دي انتوا اخدتوا جي اي تي وليفر فعارفين الكلام ده يعني. طب لما هو ايوه ما تردوش ليه؟ هلاقي بقى السيرم على القلاين فوسفاتيز والليفر انزيمز عاليه. ما مانع ان انا اعمل الترا ساوند بس الالترا ساوند هيوليني اللارج ليفر وممكن ما بقاش لسه لحق عمل وكمان في تندر مس عنيفه ممكن ما بقاش عارف احط عليه. مش مهم يعني. ايه الموست كونفرماتوري وان؟ هو يقصد هنا ايه؟ الله ينور عليك. الهيباتايتس مارك. هو انت الاول هتشرح الاول ان ثبت ان هيباتايتس، بعد كده هتتكلم على التيومر ماركر وبالمناسبه هتتكلم عليهم كلهم. انت هنا غالبا هو ايه؟ بس مفيش دلاله. هو ما قاليش ان هو اكل من الشارع. في كيسز ثانيه بتيجي ان طفل صغير اكل من الشارع فهو بيوجهك ناحيه ايه؟ لكن هنا هتكتب كله. ممكن يكون بي عادي ممكن يكون سي. هو اي نعم ايه وبي هما اللي بميلوا دايما. ماشي ما انا بقول لك هو هي 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 على الاغلب الصح قوي انها ايه؟ لكن عادي ممكن بي وجايب اكيوت كيس. مفيش مشكله خالص. هو سي اللي صعب ان يجي اكيوت بس بيجي برضه. وعارفين بقى ان احنا عندنا حاجه اسمها اكتريك ونون اكتريك. خدتوا الكلام انتوا ده بقى. وعندنا كذا ستيج. لو خدت بالك من الستيجز هي نفس الكيس. العام في الاول بيبقى عنده لو جريد فيفر وشويه ابدومينال بين وممكن يفومت. بعدها الليفر بقى خلاص تعب قوي فابتدى يبقى فيه انلارج تندر ليفر وبقى عندي الجوندس ابتدت تظهر. ثم اخر حاجه بقى ابتدى ايه الدارك يورين يظهر والبيليستول يظهر وهكذا اللي هو حاجات بقى بتاعت الهايبر بيليروبينيميا. تمام. ايه البريفنجن والتريتمنت؟ اه تقعد تتكلم بقى على ايه وعلى بي وسي وطبعا تتكلم على الفاكسينز. ومش بس كده انت عندك الايه في كور فانت لازم تتكلم على الهيجين. فده موجود في الكتاب يعني. والتريتمنت هو كتاب مريحنا كاتب سبورت تريتمنت كلمتين. المفروض طبعا احنا في دراجز والكلام ده يعني السي بيتعالج دلوقتي بدراجز والبي كمان والكلام ده. بس هو كتابك مش كده. انت ممكن لو حد حابب يتكلم ممكن يقول انتي فيرال دراجز. لو حافظ لك كلمتين ثلاثه من الدراجز يعني كتر خيرك. حبيبه جولين والحاجات دي اصحى خدتوا الكلام ده في هتاخدوه اخدوه في يعني فيروس سي كان يعني هو كان ايه هو منتشر يعني. فاكيد يعني بعد الشر اكيد حد فيكم شاف حد رشته فيروس سي. وفي ثلاثه وفي ست شهور ومن ضمنهم خلاص بقى ماشي. مش مهم مش موجود في الاطفال اللي بتاعك مش هحاسبوك عليه. اتفضل. بالراحه هي هو انت عايز تقولي كده عشان الكونجيجيت هو اللي عندي عشان انه عامل دارك ستول واسف بلي ستول دارك يورين. طب انا الهيباتو سيلولر من ضمنها يعني هو حتى الهيباتيتس اصلا بيعمل ملي كونجيجيت. انا الكيس بتوجهني وده انفكشن وانفكشن ضرب الليفر وعمل لي مانفستيشن بتاعت الهيباتيتس. فانا هيباتيتس ويا جماعه وانا اكدت بالانفستيجيشن. انا ما اكتفيتش بالدايجنوزز بدماغي. انا بعمل انفستيجيشن. ما انا عملتها ليه؟ ما انا بكونفيرم الدايجنوز. الانفستيجيشن جزء من السكيم بتاعت الكونفرميشن بتاعت الدايجنوز. عشان عارفين الكلام ده؟
دي ايه؟ ايوه الصورة جونزر في الكيس ده جونزر يا لولو شوف شوف دي بقى ما انا مش عارف غيرك قول كده لا وعارف غيرك بس انت اللي قدام عينيا دلوقتي واحد جاي عنده 4 سنين حلو تمام عنده جونزر من 3 ايام كان عنده ايه نفس الكلام لو انا بيسمع الاستيجز اللي انا لسه قايلها من شويه تمام وفجأة دخل في الاستيج التانية بقى عنده جوندس اكيوت اونست وعماله بتزيد جراديوالي بروجريسيف وبقى وبعدها الاستيج التالتة ابتدى يديفلوب دارك يوم ولو كمل كمان هيبقى فيه بيلسين والجوندس عماله بتزيد عماله تاخد في السكليرا وتزود شويه كمان ممكن تاخد اماكن تانية وفي اللارج تندر ليفر يقول لك ايه اكتر من كده تاني دي كيس هيباتايتس واضحه جدا ايه اللاب فايندنج اللي انا هلاقيها في البلاد السيرم بيليروبين عالي الالكلاين فوسفاتيز عالي الانزيمز عاليه لا بنلف وندور حوالين نفس الكلام والتيومر ماركر يعني دي برضو انا بسحب عينه ده ايه منشن فور كومبليكيشن ماشي والبروتروم سايم والتايم والحاجات دي بتتاثر اكتر في الاكيوت فانل بس ماشي يا جماعه احنا هنكتب الانفستيجيشن بالكامل اوكي هم اصلا عايزينك تكتب الانفستيجيشن بالكامل منشن فور كومبليكيشن حلو اكيوت اللي هو الاكيوت فالمنت بيبقى شكله بقى كنت بتاخده ان اخدته في الليبر ان الاكيوت فالمنت معاه ثلاث حاجات ايوه البليدنج كمان البليروبين او الجونس والانكيفالوكس واخدته ان الاسايتس ما تلحقش تتكون كتاب الاطفال لا بيتكلم اسايتس تمام هي الصح مش ايه كاتب من القلب من قلب ماشي هو الصح انه لا ان الاسايتس لسه الحلقه اكيوت بس هو بقى بس هو هنا جايبها يا جماعه ايه ان الكومبليكيشن اللي هو قعد فتره بعد كده ديفلوب اكيوت تمام مصعب في كمان في كرونيك كومبليكيشن يعني او كومبليكيشن مع فيروس ايه بقى اللي هو كراكادو اكيد دكتور شوقي اللي هو احنا بنسميها ديك اكسترا هيباتيك مانيفيستاشن مع دكتور شوقي يعني. احنا كده خلصنا الجزء ده احنا هندخل دلوقتي على الاكس راي بتاع الجي اي تي نركز بقى عشان هو يا جماعه ناخد دقيقتين راحة دقيقتين بس دقيقتين وانا اكسبت جدا ان الحرب يروح انا مش همسك حد بس دقيقتين يعني في مكاننا بقى معلش بقى نقفل الفيديو فاضل